لو لغه موجوده ومفيش بيئه بتحفزها فبالتالي الطفل هيتاخر. ده برضه بنربطه حاليا بالمثال الموجود منتشر في المجال، بعض الاطفال بيسيبون فترات كبيره جدا قدام التلفزيون والشاشات وايباد، فالطفل بيتاخر في الكلام. انا عاوز اقول لك ان انا كنت شفت اطفال، يعني طفل مثلا بيبقى داخل على قنوات على اليوتيوب كلها مثلا قنوات اجنبيه، فلاقي الطفل عمال يتكلم كلام انجليزي او كلام باللغه تانية غير اللغه بتاعته بمجرد ان هو بيتفرج على الفيديوز دي او الفيديوهات دي. هو الفكره ان هو بيسمع حاجه. مشكله الشاشات عموما ثلاث حاجات، اهم حاجه ان الكرتون نفسه الريتم بتاعه سريع جدا مش الواقع، في لغات مختلفه حتى مش اللغه اللي احنا بنتكلمها، مش اللي بيسمعها الاسباني اتفضل كوكتيل. في مثيرات بصريه مهوله مش نفس المثيرات البصريه الموجوده في البيئه. الحاجه الثالثه ان هو رتمه سريع جدا، احنا قلنا رتمه سريع قلنا في مثيرات بصريه، اللغه مختلفه. الحاجه الاهم ان اللغه التعبيريه عشان تنمو لازم يكون في تواصل طبيعي، ان هو يتكلم وحد يرد عليه بالزبط. هو قاعد قدام الشاشه بيستقبل بس بيسمع بس. فبالتالي لما يجي يطلع هيطلع اللي سمعه، واللي سمعه ده ملوش علاقه بالواقع فبيتاخر. يجي يتعامل معانا في البيئه احنا بنتكلم باسلوب، يعني هو مش مجرد انا اسمع بس، معناه هو بيتاخر ازاي؟ بيتاخر لغويا كمان، بيتاخر لغويا. في اطفال كتيره ديلي لانجوج بيكون سببها الشاشات. اهلا بيكم. مجال تأهيل الأطفال من التخصصات الدقيقة اللي هي بتحتاج تكاتف من تخصصات مختلفة عشان التأثير بتاعه يبقى ناجح، ما نقتصرش في التأهيل خصوصا الأطفال اللي عندهم مشاكل حركية، ما بنقتصرش في التأهيل على مجال واحد. طبعا كل ما كان في تكافل ما بين مجالات مختلفة كل ما كان التأهيل ناجح ويجيب النتيجة المرجوة بإذن الله. بالإضافة للعلاج الطبيعي في تخصصات تانية ممكن بتساهم بشكل فعال في تأهيل حالة الطفل وتحسين من مستواه عشان يكون عضو منتج في المجتمع ويقدر إن هو يعتمد على نفسه في حياته وحالته تتحسن بإذن الله. معكم إبراهيم سالم في بودكاست علاجي، والنهاردة هتبقى حلقة شيقة جداً وهنستضيف فيها حد متخصص في مجال آخر غير مجال العلاج الطبيعي، وهو من المجالات المساهمة جدا في تأهيل الأطفال وهو مجال التخاطب. في تساؤلات كتير، يعني إيه هو التخاطب؟ إزاي الإنسان أو الطفل بيكون اللغة؟ إيه الأسباب أو العوامل اللي بتساهم في تطور اللغة عند الطفل وبعد كده يبدا يكون لغه، وفي نفس الوقت العوامل دي هل هي ممكن تؤدي لمشاكل؟ ايه هي المشاكل اللي ممكن تحصل عند الاطفال دول، وازاي نحدد بالظبط ان الطفل ده عنده مشكله لغويه او مشكله في الكلام ولا لا؟ وامتى يعني برضو في تساؤلات كتير، يعني امتى نقول ان الطفل ده محتاج فعلا تدخل وعلاج لغوي؟ في برضو عندنا تساؤلات تانية، هل المشاكل اللغوية أو التخاطب ممكن بتأثر على تؤدي إلى مشاكل حركية أو العكس؟ معانا أستاذ حامد. أهلا بيك أستاذ حامد. أهلا بيك دكتور إبراهيم. أستاذ حامد هو متخصص في علاج عيوب النطق والكلام عند الأطفال اللي هم عندهم مشاكل في التخاطب، وهو من الناس اللي هو يعني مهتم جداً وعنده الطاقة كبيرة في ان هو يحسن من المجال ده ويعالج الاطفال دول. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. تمام. بحس ان مجال التخاطب يعني من المجالات اللي هي بتحتاج تخصص عالي شوية، يعني مش اي حد يشتغل في المجال ده. هو اي حد عموما، اي حد بيشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم لازم يكون عنده سمات شخصيه تقدر تاهله للمجال ده، منها الصبر، منها المرونه، منها ان الواحد يبقى دايما شايف الامل في الطفل وبيبدا، لان المعلمين العاديين او المدرسين بيبدا يشتغل مع الطفل بيعلمه، ممكن يعلمه المعلومه حاجه مره واحده، اما الاخصائي بيشتغل مع الطفل مره واثنين وثلاثه واربعه، ولازم لازم صبر جدا ويبدا ينتظر النتائج. فالموضوع بطاقه، في ان انت لازم يكون عندك سمات شخصيه وتكون حابب المجال. تمام. انت بقى يا استاذ حامد عاوز بس تحكي لي كده
ايه اللي يعني خلاك تدخل في مجال التخاطب وخلاك يعني تهتم بالمجال ده خصوصا يعني؟ الموضوع من البداية خالص ان انا في انا خريج كلية التربية جامعة الازهر. طبعا في الفترة اللي احنا فيها او اللي انا كنت فيها كنا دايما نسأل نفسنا هنشتغل ايه هنشتغل ايه. ما كنتش اعرف اني اصلا في حاجة اسمها تخاطب او مجال التربية الخاصة عموما. بدأت اعرف عنه، اشوف كورسات، بدأت اسأل، بدأت اخد دورات. ليه اخترت التخاطب بالتحديد؟ ما هو التربية الخاصة فيها يعني تخصصات كتير، يعني فيها مثلا تنمية المهارات، تعديل السلوك، فيها مثلا تنمية الحواس. اشمعنى التخاطب بالذات؟ الفكرة في التخاطب لسببين. السبب الاول ان هو مجال شيق ورسالة حقيقية. الفكرة التانية ان انت مثال بسيط، لو علمت الطفل كلمة وهو بدأ يقولها ده بيكون اولا في ميزان حسناتك، تاني حاجة بتساعد الطفل ان هو يتواصل مع العالم، بترجعه ان هو بيكون بني ادم، او بمعنى اصح فكرة اللغة عموما هي احد الجناحين اللي الانسان بيقدر يعبر بيها عن احتياجاته، وهي عامل قوي جدا ان انت لو علمت الطفل حاجة فبتبقى تمام حاجة. طيب يعني ايه تخاطب اصلا يعني؟ يعني ايه تخاطب؟ يعني ايه تخاطب؟ اول حاجة التخاطب هو احد فروع الطب الحديث. قديما ما كانش فيه تخاطب، او نبدأ ممكن نرجع لورا شوية. مجال ذوي الاحتياج، مجال التربية الخاصة ما كانش قديما، ما كانش فيه اصلا اهتمام بالذوي الاحتياج الخاصة. ايام الرومان وايام اليونانيين كان الاطفال اللي هم عندهم مشاكل كانوا ممكن يرموهم من فوق النهر، من فوق الجبل، او بيركنوهم في مصحات. بعض الثقافات الاخرى كانت بتعتقد ان هم جواهم جن وشياطين. بعد كده بعدها بفترات جه الاسلام، جت المسيحيه والاسلام وكرم الانسان وبدا يبقى فكره الاهتمام بذوي الهمم. بس انا يعني انت اتكلمت عن العرب مثلا، حتى في الجاهليه قبل الاسلام كانوا بيهتموا جدا ان الطفل بعد ما بيتولد يودوه في الباديه عشان يقابل اللي هم الناس اللي هم العرب، لانهم عندهم الفصاحه والقدره على الكلام، فعاوزين الطفل في سنوات عمره الاولى ان هو يكتسب الفصاحه وكده. الكلام ده حقيقي فعلا، يعني الناس كانوا مستوعبينه من زمان. هو الفكره ان هم العرب نفسهم كانوا موجودين في بيئه اصلا طبيعيه، مش زي البيئه اللي احنا حاليا موجودين فيها. كان مجتمع يعني متعارف جدا، بيئه نقيه، ولكن كان عندهم مفهوم ان احنا اي طفل لازم يتولد لازم ناخده نوديه المرضعه، المرضعه توديه الباديه عشان يتعلم اللغه باللسان الاصلي بالفصاحه ويستنشق هواء نظيف. وده اللي حصل فعليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع السيده حليمه السعديه لما بدات تاخده وراحوا المكان بتاعه. تمام. طيب هل اللغه يعني اللغه عموما ممكن تاثر على طريقه تفكير الفرد يعني بعد كده الطفل؟ هل ده ممكن يعني مثلا ينمي قدراته الذهنيه او يخليه افضل من طفل تاني مثلا ما عندوش مفردات لغويه؟ قطعا. بس السؤال ده بيرجعنا لنقطه برضو، ان في احنا عندنا في اللغه في حاجه اسمها لغه استقباليه ولغه تعبيريه. اللغه الاستقباليه اللي هي الفهم، الطفل هو فاهم المفردات اللي حواليه، فاهم الاوامر، فاهم الشخصيات. الطفل بقى عايز يعبر، عايز يتواجد في العالم، بحيث لو هو ما عندوش لغه تعبيريه نفسيا هيتاثر وسلوكيا هيتاثر. يعني حاليا بعض الاطفال اصلا بيبقى معظم المشاكل السلوكيه بتاعتهم ان هو مش عارف يعبر، عايز يدخل له حمام مش عارف، عايز ياكل مش عارف، فبيقدر بيستخدم ده في طريقه مشاكل سلوكيه. هو في فرق بين اللغه، كلمه لغه وكلمه كلام، ولا نفس المعنى؟ لا، في فرق شاسع. في فرق بين اللغه والكلام. اللغه باختصار بسيط هو نظام رمزي صوتي متعارف عليه وفق ثقافه معينه. دي اللغه. دي اللغه. مثال مثلا احنا بنقول على الكتاب كتاب، في الانجليش بوك. بعض الثقافات بتقول عليه كرطاس او كراسه. دي اللغه. الكلام بقى ما هو الا عمليه عرض للغه الموجوده داخل المخ. في يعني حضرتك تقصد مثلا ايه؟ ان الانسان بيبقى عنده قدرات ذهنيه يتخيل صوره مثلا او صور او حاجه هو شافها، فبيبقى عنده معلومات عنها. تمام. يجي بقى الكلام، ايه هو الكلام؟ هو عمليه العرض. مثال بسيط، انا كطفل في دماغي كلمه اكل، خلاص انا، او موزه مثلا. يعني مش صوره، ممكن فعل او زي ما يكون مثلا فيديو في دماغه مثلا، اي معلومه بيعبر عنه. اي معلومه بتبدا. لو فكره المفهوم الموزه مثلا مش موجود في المخ مش هيقدر يقوله. نعم. لان احنا اصلا بنتكلم من مخنا. تمام.
وطبعا احنا عارفين ان البرين بتاعنا ليه مناطق معينه، ففي مناطق في المخ، في منطقه الفهم الكلام، وفي منطقه تانية لانتاج الكلام. احنا لازم نفهم الاول وبعدين ننتج. كذلك هي اللغه عمليه، ببدا ان انا ابقى عارف الحاجه، الكلام اللي انا انتجها اطلعها. طيب وهو اللي هو عرض الكلام ده، هل هو الانسان يقدر ان هو يعبر عن افكاره او اللغه بتاعته باكتر من شكل؟ يعني مثلا يعني اسمع مثلا ان في فرق، ان في ناس ممكن تعبر عن افكارها بصوت، في ناس ممكن تعبر عن افكارها بحركه، او يعني هل لازم شعر مثلا؟ الشعر بيعبر، ده بيرجع لفكره برضو ان اللغه اصلا من المخ. لو اللغه موجوده في مخنا بتبدا الكلام اللي هو الكلام العادي ببدا اطلعه. فكره ليه جه فكره الشعر اصلا؟ ليه جه فكره الاغاني؟ ليه جه فكره التعبير مثلا بالكتابه؟ ممكن بالحركه مثلا، بالحركه، بالاشاره، بالواحد يشاور مثلا او كده، بالرموز. انت او حركه، او بيسموها لغه الجسد مثلا، دي هل ده تعبير عن اللغه، ولا يعني ده ممكن يكون جزء من التعبير؟ هو التواصل عموما بيكون تواصل انسان، التواصل، التواصل عموما بيكون دي كلمه جامعه. التواصل عموما بيكون في تواصل لفظي وتواصل غير لفظي. التواصل اللفظي اللي هو اللغه، التواصل غير لفظي اللي هو الايماءات، نظرات العين، البودي لانجويج. احنا حاليا اصلا فعليا بنتواصل بالبودي لانجويج ب 70%. نعم. اما اللغه التعبيريه 30% بس. اوتوماتيك تلاقي نفسك عمال تحرك ايدك كده، واحيانا كمان زي ما نعرف ان هي البودي لانجوج، يعني انا بسمع انا مثلا لما تيجي يقول لك انك ممكن تعرف نفسيه الشخص بطريقه وقفته، بطريقه حركته، بطريقه ايماءاته، هل هو واثق من نفسه، هل هو يعني مثلا يعني خايف، او هل هو مثلا مترقب، كل الكلام ده بيبان من غير حتى ما يتكلم. حقيقي ده فعلا بيبان في لغه الجسد، وبعض الناس اللي هم دارسين لغه الجسد بيقدروا يفسروا ده اكتر. لغه الجسد بيسلط على اكتر اعلاميا في فكره الرؤساء. لو في رئيس بيسلم على الرئيس بيفهموا اصلا هم بيسلموا بشكل دبلوماسي ولا في حب ما بينهم. طيب بالنسبه للغه اللي هي انت قلت ان هي عباره عن ممكن نقول مثلا المفردات او المعلومات اللي بتبقى عندنا، وبعد كده بنعبر عنها بالكلام. بالكلام، تمام، صح الكلام ده؟ تمام. طيب هل اللغه دي الانسان بيتولد بيها، ولا يعني بيكتسبها اللغه؟ يعني اللغه نفسها، قلت في البدايه ان اللغه دي حاجه موحده، تمام، يعني كل الناس عارفين ان دي شجره، بس كل واحد بيعبر عنها بصوت مختلف في شكل بقى اللغه الانجليزيه واللغه العربيه وهكذا. تمام. تمام. فمعنى كده ان كل البشر هل هم بيبقى في دماغهم بيتولدوا بلغه، ولا مع التطور؟ طبعا هو كده كده الانسان لازم يتطور، بيبدا ان هو يكتسب مفردات ويتدرب نفسه عليها عشان يتكلم. تمام. في كتير من النظريات بتتكلم عن اللغه. احنا هنستعرض ابرز ثلاث نظريات. في حاجه اسمها النظريه الفطريه. النظريه الفطريه بتقول ان الانسان مولود وهو مهيئ للغه. مهيئ للغه، في مراكز للغه عنده وهو مهيئ للغه. ده الفرق بينه وبين الكائنات الثانيه. تمام. بس في نقد ليها، بيقول لك طب ليه في ناس، في انسان بيتكلم وفي انسان مش بيتكلم اصلا؟ وهل لو احنا مزودين باللغه يعني احنا كبشر احنا المزودين باللغه، ليه في ناس بتتكلم او في ناس مش بتتكلم؟ ايوه بس حضرتك قلت اللي بيتكلم، بس ممكن يكون هم عنده، حتى لو ما بيتكلمش بس هو عنده لغه. عنده لغه يعني، بدليل ان هو ممكن يعبر عنها بطرق تانية، بالاشاره مثلا، او حضرتك قلت اللي هو الايه، التعبير اللفظي، الغير لفظي. الغير لفظي، بالظبط. النظريه الثانيه بتقول ان اللغه نظريه عمليه تعليميه، ان الطفل بيتولد. طب استنى يا استاذ حامد، معلش قبل ما ننقل على النظريه الثانيه. تمام. النظريه الاولى انت بتقول ان اللغه حاجه فطريه، مش ده ممكن يرجعنا لحاجه ان يعني ربنا اول حاجه اداها الانسان هي كانت اللغه؟ يعني ربنا كان بيقول وعلم ادم الاسماء كلها، يعني قبل ما يعلمه ازاي يشتغل، ازاي يتحرك، ازاي، رقم حاجه، رقم واحد علمه اسم الحاجه قبل ما ينطقها كمان، تمام. فدي ده برضو يعني مؤشر انسان فعلا ممكن يتولد بلغه. كنت انا سمعت معلومه يعني، تمام، ان يعني الحاجات اللي هي يعني حضرتك قلت نظريات، يعني بدليل ان هم لسه مش متاكدين، يعني الموضوع ده فيه اعجاز شويه. بتلاقي الطفل لما بيتولد مثلا
بعد مثلا في اول اسبوع مجرد ما بيشوف، لو انت وقفت قدامه مثلا وعبرت بوشك بتعبير او مثلا طلعت لسانك ليه، تلاقيه بيطلع لك لسانه. فالحته دي فيها فعلا اعجاز. هل الطفل ازاي عارف ان ده لسان تمام وعارف ان هو عنده لسان زيه وقام مطلع لسانه؟ فدي معناها ايه؟ ان هو يعني دي الادله اللي هم بياخدوها على النظريه اللي هي الفطريه، ان ممكن يكون الطفل ده فعلا عنده لغه بس هو لسه ما عبرش عنها فهمها. يعني مجرد ما شاف لسانك هو عارف ان عنده لسان، لان هو اوريدي عنده المعلومات دي. مش اوريدي يعني، فعل بالفعل هو عنده المعلومات دي. كلامي مظبوط؟ اه، الكلام ده بيتفق فعلا مع كلام القران الكريم، وعلم ادم الاسماء كلها. ده معناه ان احنا مولودين واحنا عارفين كل حاجه، بس البيئه اللي بتظهر. فكره ان الطفل زي ما حضرتك بتقول ان الطفل بيبص على باباه بيشوف لسانه بيبدا يقلده، ده بيرجع لنقد النظريه التعليميه. النظريه التعليميه بتقول ان الطفل بيتعلم الكلام عشان بيشوف باباه ومامته بيتعلم. أيه. بس النقد بتاعها بيقول او محيط المجتمع، النقد بتاعها أيه بيقول ان هو بيتعلم الكلام. طب هو اكيد مش في الفتره الاولانيه، الفتره الاولى مش هيتعلم كل حاجه في الدنيا. المواقف مش هتتكرر كلها قدامه. صح. فده بيرجع ان فعلا ان في النظريه الفطريه هي الاقوى، عشان في اجهزه جوه، في معلومات اصلا، فالبيئه هي اللي بتطلعها. تمام، ده النقد ليها. طب هي النظريه الثانيه ايه يعني؟ النظريه الثالثه بقى هي نظريه ان الثانيه اللي هي يعني في تفصيلها، ان هو تقصد ان الطفل بيشوف اللي حواليه فبيبدا يحاول ان هو يقلدهم، زي اللي عندنا مثلا احنا مثلا في العلاج الطبيعي مثلا، طفل بنقول بيتعلم الحركه. هي برضو في نظريات، من ضمن النظريات هي نظريه الايميتيشن او التقليد، ان هو يشوف حد بيتحرك حركه معينه فيحاول هو في دماغه زي خلايا بنسميها الخلايا المرايه، او يعني الميرورنج سيلز. الخلايا دي في المخ لما بشوف حد بحاول ان انا ايه اقلده، زي مثلا ايه حتى بتحصل اوتوماتيك. انت لما مثلا تتاوب واحد قدامك يتاوب نفس بدون برد او فعل. نفس فكره الابتسامه برضه بالظبط. او تلاقي الناس ابتسامه فبتبتسم، او مثلا ايه لو لقيت واحد بياكل فتحس انك عاوز تاكل زيه. دي يعني خلايا اوتوماتيك تشتغل، ان الانسان بيحب يقلد المجتمع اللي حواليه، فتلاقيه مثلا بيتعلم الحركه بالتقليد. نفس الفكره. نفس الفكره. هو لو هي نظريه تعليميه بس، ده معناه ان هو في الفتره الاولى هيتعلم كل حاجه في الدنيا. وده صعب. يعني هو لو ما بيكبر وبيخرج للشارع، كل المواقف اللي بيشوفها في الشارع اكيد ما شافهاش في البيت، مش هيشوف كل. فده بيرجع لفكره النظريه الفطريه، ان الحاجه اصلا موجوده والبيئه هي اللي بتخرجها. بالظبط. دي النقطه الاولى. النقطه الاخيره، النظريه الثالثه، يعني حاجه تقصد برضو ان الطفل اللي هو يعني لو قعد في مكان واحد وما شافش غير حاجات معينه وفقا للنظريه التعليميه دي، معناه ان هو مش هيعرف في حياته غير الحاجات دي. يعني او في مواقف تانية مشابهه او مختلفه. معناه انه مش هيتصرف لان ما تعرضتش عليه قبل كده اصلا. بالظبط. فهو ذهنيا مش هيتحسن. صح. يعني على عكس طفل تاني مثلا خرج في مكان تاني او شاف ادوات تانية مختلفه او انواع من فاكهه محدش تاني شافها قبل كده، فاكيد هو ذهنيا هيبقى احسن من طفل ما بيتحركش. صح. بالظبط. هو الفكره ان ده الاميل للنظريه الفطريه، ان الحاجه موجوده والانسان بيتفاعل مع البيئه فاللغه بتبدا تطلع، والموضوع كله متوقف على التفاعل مع البيئه والخبرات. النظريه الثالثه هي نظريه تعليميه ابداعيه او ابتكاريه. تعليميه ابداعيه عباره عن ايه؟ او ابداعيه ابتكاريه. تمام. ده بتقول لك ان اللغه موجوده عند الطفل، الطفل بيبدا يتعلمها من خلال البيئه، وبيبدا بقى فكره التعميم اللي احنا كنا بنتكلم عليه في النظريه التعليميه. تقصد ان هو يربط ما بين الافكار. ان هو يربط ما بين الافكار. صح. ويبدا خلاص يتفاعل، يعني مش محتاج ان هو لو راح يشتري حاجه، سي مثلا لو انا وديت له السوبر ماركت يشتري حاجه معينه، مثلا حد ينزل يجيب عصير. فلو انا عصير برتقال مثلا. عصير برتقال مثلا، فاكيد انا مش محتاج مع الطفل ان انا افهمه ان هو ياخد فلوس وينزل السوبر ماركت ويدفع الفلوس وياخد العصير ويجي، لانه خلاص بقى عنده خبره سابقه ان هو اشترى بسكوت قبل كده فينفع يشتري عصير. هي دي الفكره النظريه الابداعيه بالنسبه للغه. تمام. طيب انت اكيد ليك خبره في التعامل مع حالات اللي هي التخاطب. يعني سيبك من هي النظريات، طبعا اكيد في نظريه بترجح عن الثانيه، او ممكن تكون الثلاث نظريات موجوده في نفس الوقت. اكيد. يعني ممكن يكون في جزء مثلا الانسان بيتولد بيه، جزء هو بيكتسبه، جزء تاني هو بيبدا يربط الافكار ببعض فيبدا ان هو يبدع فكره جديده فبتبقى يكون لغه. تمام. حضرتك يا استاذ حامد بقى، يعني انت بترجح اي نظريه منهم؟ انا برجح ان الانسان على حسب يعني الحالات اللي شفتها.
ماشي. انا برجح ان الطفل مولود باللغه، اللغه داخله، او العوامل المساعده على اكتساب اللغه موجوده، بيبدا يكتسب اللغه بالتفاعل مع البيئه، وبشرط ان هو ما يكونش عنده مشاكل. تمام. حتى لو هو عنده مشاكل بيبدا نشتغل على التاهيل. فالاصل ان الانسان هيتكلم، او ان الطفل بيتكلم. ده الراي الاقرب لرايي. اقرب طيب عندنا مثلا طفلين توأم. اوكي. يعني نقول مثلا توأم سيامي. ده اتولد في يعني ده عايش في مكان وده عايش في مكان تاني. هل في عوامل معينه تقدر ان هي تأثر على كل طفل منهم في تطور اللغه بتاعته؟ يعني قطعا. ممكن في طفل لغته تتطور حتى لو هو نفس الجينات ونفس كل حاجه، وطفل تاني اللغه بتاعته مش هتبقى بنفس الطريقه؟ قطعا هيبقى في اختلاف. هو عموما التوأم حتى لو هما توأم موجودين في مكان واحد بيبقى في اختلافات جوهريه ما بينهم. ده طبيعي. مفيش انسان شبه التاني من ساعه من اول البشريه، ربنا خلق سيدنا ادم فعلا مليارات البشر، قطعا مفيش انسان زي التاني. فنفترض ان في طفل مصري اتولد في مصر، طفل تاني اتولد في انجلترا. نعم. الطفل المصري مثلا اخوات واخوات. نفترض ان في زوجين وانفصلوا، حد خد ولد وحد خد ولد. الطفل المصري كان عايش في بيئة شعب، ممكن اختار حي شعبي مثلا، في مثيرات كتيرة بصرية، في مثيرات كتيرة بصرية، في لغة اكتر، في تفاعل اجتماعي اكتر، قطعا هيبقى اكتر لغة من الطفل التاني. نفترض ان الطفل التاني موجود في مثلا في اي في اللي موجود في انجلترا، ده في مكان معزول، مامته بتشتغل اكتر، ممكن بيقعد القعد الفتره اللي بيقعدها معاه بيقعدها مع النادي مثلا، فاللغه قطعا هتتاثر، لان في الاصل احنا قايلين ان اللغه موجوده بس البيئه هي اللي بتنميها. نعم بالظبط. ففي عوامل بتساعد على اللغه، اللي هي هل في عوامل يعني مثلا في حاجات معينه تقول الطفل ده نقول ان هو هيبقى عنده مفردات لغويه احسن من الطفل التاني؟ في عوامل بتساعد على اكتساب اللغه عموما. نعم. اول حاجه عموما بيقولوا الكتب بتقول سلامه الحواس. احنا بنرجح سلامه الحواس وخاصه حاسه السمع. ليه؟ الحواس اللي هي السمع والبصر. السمع والبصر تمام. بس اكتر واللمس لا هو السمع واكتر واللمس، بس احنا بنرجح في مجال التخاطب او عموما. نعم. ان اهم حاسه فيهم هي حاسه السمع. نعم. لان حاسه السمع يا سبحان الله يعني ليها قصه لوحدها. حاسه السمع بتنمو لدى الجنين. في حتى ربنا في اغلب الايات القرانيه ان السمع والبصر خلق لكم السمع والابصار والافئده، دايما بيبدا بالسمع. تمام. وربنا قال ان السمع والبصر كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع والبصر كل اولئك كان عنه مسؤولا. نعم. فالسمع حاجه جوهريه جدا، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلي حاسه السمع تكتمل وتشتغل في عمر 4 شهور جنينيا، مش ميلاديا. أيوة. والطفل في بطن امه بيبدا يسمع من عمر 4 شهور جنينية. تمام. فعشان كده احنا دايما بنرشد الامهات، وحضرتك وانت حامل لازم تتكلمي مع ابنك كتير، هو سامعك، هو سامع كل حاجه، وهي حامل ما هو انا سمعت برضو في معلومه بتقول ان الطفل بعد ما بيتولد بيبقى عارف صوت مامته وبيبقى عارف صوت الناس اللي كانوا معاه في البيت. يعني على فكره الموضوع ده اتعمل بدراسات وابحاث وقياسات، فعلا الطفل بيبقى بيتفاعل، او مثلا هم كانوا يعني اقول لك فكره البحث اللي هو كان اتعمل، ان هم الطفل لما كان بيتولد بيحطوا زي بيعملوا زي رسم مخ وبيشوف تفاعل المخ مع الاصوات، فدي حته انا شفت قريت عنها يعني. فكان ايه لما يسمع صوت مامته بتلاقي المخ المراكز المخ حصل فيها زي تنشيط عالي جدا، على عكس ان هو لو سمع صوت غريب بيبقى مش زي. فدي فعلا ده دليل قوي ان الطفل بيتعلم من هو لسه في بطن امه. السمع اصلا هي حاسه جوهريه جدا ربنا سبحانه وتعالى حمانا بيها، هي ديناميكيه عصبيه، بمعنى كل ما بتسمع اكتر كل ما هي بتشتغل اكتر. ايوه. فالطفل بيفضل يسمع 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 يسمع، بعد ما بيتولد بيكون عرضه جدا ان هو ينتج اللي سمعه. في بعض الدراسات بتقول ان يعني لو بعض الدراسات بتقول ان احنا قبل ما يتولد بعد يعني بعد ما يتولد بيبقى عرضه جدا ان هو يبقى عارف النقول. في بعض الدراسات بتقول ان او بعض الحاجات ان امهات كانت دايما بتسمع ابنها قران 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 قران. تمام. فالولد بعد ما اتولد وعاش وبدا في حياته حفظ القران بسرعه جدا او في سن مبكر جدا، لانه عنده سمع المفردات دي قبل كده، عنده مخزون. نعم.
كذلك احنا بنشوف برضو في الدول يعني الاجنبيه او كده ان هم بيجيبوا الام الحامل يسمعوا الطفل ميوزك عشان ينزل اعصابه هاديه. هم مش بيعملوا اي حاجه من فراغ. تمام. فهي الفكره في حاسه السمع. اي احنا اللي بنسمعه بنقدر ننتجه. نعم. بس نعم. دي حاسة السمع اول حاجه. دي اهم عامل او العامل الرئيسي. اهم عامل لاكتساب اللغه. في حاجات لو البصر مش موجود السمع بيعوضها. يعني السمع هو الاساس. نعم. دي بنلاحظها في اللي هم الاطفال المكفوفين. الاطفال المكفوفين مثلا بيتكلموا لغه يعني زي حضرتك وزي. نعم. منهم طه حسين. مش محتاجين ان هم مش محتاجين. هو المشكله عندهم بس حاجات بسيطه. هو المشكله عنده بالنسبه كلغه هو مش بيدرك الالوان. ما يعرفش الالوان. ما يعني يعرف الالوان ده عباره عن ضوء اصلا. اللون اللي احنا بنشوفه دي الالوان اللي احنا شايفينها دي عباره عن ضوء. وفكره ان هي حاجه مجرده. يعني ما فيش حاجه اسمها احمر. ايه يعني ايه احمر؟ لا احنا الاحمر ما اقدرش ان انا اوصفها. مش حاجه ليها صوت مثلا. مش ملموسه يعني. ما اقدرش ان انا امسكها. صح. هي حاجه مجرده. بالزبط. عشان كده دايما الالوان هم عندهم مشكله في الالوان. مشكله في المعاني المجرده اكتر. مش بيحسوها. ده بالنسبه لي. فعشان كده السمع هو اهم حاسه عند الانسان عشان يقدر يتكلم. شوف ناس كتير اتولد عندهم مشكله في السمع ما بيعرفوش يتكلموا ابدا برغم ان هو شايف الصور قدامه وشايف كل حاجه لان ما بيقدرش يعبر عن الصوت زي ما هو سمعه. على ان ده برضو بيرجع لفكره اللي احنا قلناه في الاول. لو هنتعلم مفرده لازم اعرف لها اسم. تعلم مثلا مفردة الكلب. يعني ايه كلب؟ انا لو مش سامع وسامع كلمة كلب ببقى عارف ان كلب مرتبطة بهذا الحيوان كشكل كحركة وكصورة وصوت كصوت حتى الطفل تقول له كلب يعني ايه فيقول هاو هاو كده او يخاف منه. فعشان كده حاسة السمع هي مهمة جدا لان اصلا عشان تتعلم حاجة لازم تربطها بحاجة. وكما ربنا سبحانه وتعالى خلق المخ مترابط فكذلك احنا بنتعلم اي حاجة بالترابط. نعم. لازم يكون في ترابط او علامات توصلك لحاجه. النقطه الثانيه هي سلامه الجهاز العصبي المركزي. ايوه صح. اللي هي اساسا اي مشكله بتواجهنا خاصه اطفال مناطق استقبال اساسا احساس اللغه ده احساس. احساس مناطق استقبالها والمناطق اللي هي تفسيرها دي كلها كل المنطقه في المخ بتركز على جزئيه معينه. دي كلغه. هو برضه الفكره في فكره الكلام برضه الكلام دي وظيفه حركيه فمحتاجه اشارات من المخ عشان يعرف ان هو العضلات تتحرك وهكذا. في سؤال دايما بيتقال ان طفل شلل دماغي او سي بي او اصابه دماغيه منتشره هو ليه المشكله في الحركه وهو متاخر في الكلام. عايزين نفهم الفكره دي. الفكره ان المخ الجزئيه دي هنرجع لها دلوقتي. انا عاوز اعرف دلوقتي حاجات. طيب انت قلت على العوامل الاساسيه تاخر في اللي هي في اكتساب اللغه. ايوه لازم تبقى موجود عشان اللغه تبقى موجوده. قلت الحواس وعلى رأسهم السمع. على راسهم حاسه السمع. دي رقم واحد عشان الانسان يعرف يبقى عنده لغه ويعرف ان هو يعبر عنها. رقم اثنين قلت سلامه الجهاز العصبي المركزي. رقم ثلاثه اكيد برضو البيئه اللي هو فيها. صح. معامل الذكاء وبعد كده البيئه. ثاني حاجه في عوامل اكتساب اللغه احنا قلنا اول حاجه سلامه الحواس وخاصه حاسه السمع بالتحديد. تاني حاجة سلامة الجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيتحكم فينا. هو المخ هو بيستخدم الجسم. يعني مثال بسيط زي العروسة الماريونيت هو اللي بيحركنا في اي مشكلة في اللي هي العروسة ايه اللي هي اللي هي بتبقى عبارة عن بيبقى زي خشب كده وفي زي فتل وحركة. بالظبط. هي فعليا العروسة مش بتحرك. اللي بيحركها اللي ماسكها فعلا. كذلك المخ هو اللي بيحركنا بالمناطق الموجوده فيه. تمام. السؤال اللي دايما بيجي لنا انا طفلي شلل دماغي او سي بي او اصابه دماغيه منتشره هو مفترض ان هو عنده مشكله في الحركه. ليه عنده مشكله في الكلام او مشاكل ثانيه؟ هو الفكره الاصابه المخ مناطق. نعم. الاصابه ما بتجيش في منطقه محدده. صح. وخلاص وبتعلم. لا هي المشكله ان المناطق قريبه من بعض ومترابطه مع بعض فلو الاصابه جت بتيجي بتعلم بقى. يعني بالظبط بتاثر على المراكز على المراكز أو بالظبط. واحنا فعليا مش في الاول بنبقاش عارفين هي اثرت على ايه لان المخ متشابك جدا ومترابط جدا. وحاليا يعني العلماء احنا عارفين عن المخ 10% بس من اللي بيستخدمه. النقطه الثالثه معامل الذكاء. هناك علاقه وثيقه جدا وعلاقه ترابطيه ما بين معدل الذكاء وما بين اللغه. كل ما
يعني احنا تقصد يعني ايه معامل ذكاء؟ يعني القدرات العقليه الذكاء، الاي كيو بتاع حضرتك بتاع اي حد، الذكاء مستوى القدرات العقليه عموما. بالظبط. اه تمام تمام. كل ما تكون اعلى كل ما تكون اللغه افضل. تمام. النقطه الرابعه البيئه المحفزه. طبعا البيئه المحفزه رقم واحد، حاجه مهمه جدا. ده بيرجعنا لفكره ان اللغه، لو اللغه موجوده ومفيش بيئه بتحفزها فبالتالي الطفل هيتاخر. ده برضه بنربطه حاليا بالمثال الموجود منتشر في المجال، بعض الاطفال بيسيبون فترات كبيره جدا قدام التلفزيون والشاشات والايباد، فالطفل بيتاخر في الكلام. لا ده انا عاوز اقول لك ان انا كنت شفت اطفال، يعني طفل مثلا بيبقى داخل على قنوات على اليوتيوب كلها مثلا قنوات اجنبيه، فلاقي الطفل عمال يتكلم كلام انجليزي او كلام باللغه تانية غير اللغه بتاعته بمجرد ان هو بيتفرج على الفيديوز دي او الفيديوهات دي. هو الفكره ان هو بيسمع حاجه. مشكله الشاشات عموما ثلاث حاجات، اهم حاجه ان الكرتون نفسه الريتم بتاعه سريع جدا مش الواقع، في لغات مختلفه حتى مش اللغه اللي احنا بنتكلمها. مش اللي بيسمع الاسباني اتفضل كوكتيل. في مسؤوليات بصريه مهوله، مش نفس المسؤوليات البصريه الموجوده في البيئه. الحاجة الثالثة ان هو ريتمه سريع جدا، احنا قلنا ريتمه سريع. طيب. قلنا في مسارات بصرية. اللغة مختلفة. الحاجة الأهم ان اللغة التعبيرية عشان تنمو لازم يكون في تواصل طبيعي، ان هو يتكلم وحد يرد عليه بالزبط. هو قاعد قدام الشاشة بيسمع بس. فبالتالي لما يجي يطلع اللي سمعه، واللي سمعه ده ملوش علاقة بالواقع فبيتأخر. يجي يتعامل معانا في البيئة احنا بنتكلم باسلوب، يعني هو مش مجرد انا بسمع ان هو بيتاخر ذهنيا، بيتاخر لغويا كمان. بيتاخر لغويا، في اطفال كتيره ديلي لانجوج بيكون سببها الشاشات. وكمان لو طفل مثلا مصري مثلا وكان المربيه بتاعته بتتكلم بلغه مختلفه مثلا فلبينيه او اثيوبيه، فتلاقي الطفل ممكن يكون اكتر مربيه، فتلاقي الطفل بيدخل المفردات اللغويه وتلاقيه بيطلع يعني اصوات مختلفه ومش مترتبه. هل في علاقه ما بين الشخص اللي هو اكتسب اللغه بشكل سليم وان هو يبقى ذكي؟ هل في علاقه؟ الذكاء قطعا بيساعد على اكتساب اللغه ده عموما، بس النقطه دي برضو والعكس. طبعا نعم. كل ما يكون القدرات العقليه، الذكاء هي القدرات العقليه اللي بتساعدنا على التعلم والتفاعل والتكيف مع البيئه. كل ما تكون اعلى كل ما يكون اللغه افضل، والعكس صحيح. السؤال حضرتك بيساله برضو مهم جدا، ان في طفل انا في البيت عندي بيبي سيتر او مربيه، انا بتكلم معاه انجليش وهو بيتكلم في المدرسه عربي، فالولد مش لاقط ولا عربي ولا انجليش وفي ميكس ما بينهم. الموضوع في الاول لازم نعرف ايه اللغه اصلا بتنمو امتى. اللغه بتنمو عند الاطفال في سن 5 سنين ونص تكتمل اللغه. ازاي اقدر اعرف ان اللغه اصلا مكتمله؟ يعني ايه تكتمل اللغه؟ اللغه عندنا مكونه من 6 مراحل بيكتملوا. في حاجه اسمها الاطار اللحني. الاطار اللحني ده عموما ان الطفل الاطار اللحني نعم. يفهم معنى الكلام، مش معنى الكلام معنى الكلام. مثلا لما اقول له اتاخرت ليه، هو ليه دي مامته بتقول له اتاخرت ليه فيفهم هي متضايقه او مبسوطه. تقصد التون او نبره الكلام. نعم. بعد كده في حاجه اسمها الاصوات، المعاني، المفردات، الموضوعات، الجمل. طبعا كل واحده ليها تفصيل. ولها طريقه تقييم ولها طريقه تقييم كل الكلام ده. وليها مراحل في الشغل. ستيب. في بعض الاطفال الطفل بيتكلم انا عايز اعرف هو متاخر في ايه، بيبقى في اختبارات عشان نعرف نقيم اللغه ونبدا نقول. اللغه هي مهاره نمائيه بتتطور وبيتبني عليها حاجات كتيره جدا. البلاغه، ان الطفل يبقى فاهم ما وراء المعنى، فاهم الهزار، فاهم الجد. دي مشكله. اقول لك ان في ناس صحابي ممكن ما يفهموش حته مثلا اللي هي زي التوريه او الاستعاره المكنيه وكل الكلام ده، ان هو مثلا ايه يقول مثل وكان يقصد ان هو يعلق على موقف تاني، فده بتختلف طبعا من في لو حد يعني مر عليه التجربه دي قبل كده هيبقى فاهم المثل ده. ف طيب احنا نرجع تاني بقى للعوامل. تمام. انت اتكلمت على اللي هو معدل الذكاء. طيب وانا رحت انا سالك وقلت لك معدل الذكاء ده عباره عن ايه، فقلت لي ان هو يعني زي ما تقول مثلا رقم بيمثل
قدرة الشخص في التصرف، القدرات العقلية عموما. القدرة العقلية هو اختبار الذكاء او الذكاء عموما حسب الصورة الخامسة، بيقيس حاجات معينة، بيقيس حاجة اسمها استدلال السائل، اللي هي قدرة الطفل ان هو يقدر استدلال السائل. نعم. قدرة الطفل ان هو يبدأ يحل مشكلات ويبدأ يعني يتصرف في مشكلة ويتفاعل. في حاجة اسمها استدلال كمي، التعامل مع الأرقام، الاستدلال الكمي. نعم. العمليات الحسابية عموما. في حاجة دي كلها يعني حاجات معينة، مثلا ايه انت قلت يعرف يتعامل مع الأرقام، ويعرف ان هو الأولانية كانت حل المشكلات، يعرف ان هو يحل المشكلات والاستنباط اصلا عموما، استنباط ان هو يفهم الحاجه. نعم. هو الفكره في اختبار الذكاء بيقيس القدرات اللي بتخلينا اصلا نتعلم ونقدر نمشي في الحياه ونبدا نتواصل. في جزء منه الذاكره، في حاجه اسمها المعالجه البصريه. ايه علاقه بقى معدل الذكاء باللغه؟ معدل الذكاء باللغه، اللغه دايما، اللغه هي عباره عن، احنا قلنا مهاره نمائيه بتكتسب وبتتنمى. نعم. بتحتاج قدره عقليه عشان تقدر تعلى باللغه، تقدر توظف اللغه. نعم. تقدر تفهم المعاني. نعم. فكل ما يكون الطفل ذكاؤه اكتر كل ما يكون افضل في اللغه. طيب ايه بقى العوامل او ايه الحاجات اللي لو حصلت ممكن تؤدي ان الطفل ده يبقى عنده مشكله لغويه او يحصل مثلا ايه تاخر في اللغه؟ في حاجات معينه، مؤشرات معينه او عوامل معينه لو حصلت ممكن تؤدي لتاخر في اللغه؟ هنفرق بين السؤال ان في عوامل بتاخر اللغه، ده سؤال، وفي مؤشرات انا اشوفها احس ان الطفل فيه مشكله. طبعا عوامل اللي هي اسباب، اللي هي الاسباب. صح. تمام. قول لي بقى الاسباب. حاجات كتير جدا. نتكلم عن الاسباب الاول. الاسباب حاجات كتير جدا. هنبدا في الاول الضعف السمعي، لو في مشكله في السمع. احنا قلنا ان السمع بينمو الانسان 4 شهور، فالسمع لو في اي مشكله في السمع ممكن ياخر اللغه. عشان كده دايما دايما معظم الاطفال في الاول الدكتور الاطفال واول واحد بيلاحظ اي حاجه بيقول لهم روح مخ واعصاب، مخ واعصاب يقول لهم اعمل لي مقياس سمع. مقياس سمعي. مقياس سمع. مقياس سمع. ده مقياس سمع ده عباره عن ايه؟ مقياس سمع هو عباره عن بيقيس، احنا بنسمع عندنا 2 اذن يمين وشمال، فبيبدا يقيس التردد، انت مناسب للبيئه الطبيعيه بتاعتك تسمع تسمع بالطبيعي اكتر او في ودن اكتر او اعلى. في مشاكل في الاذن الوسطى. طب بيتعمل فين اختبار السمع ده؟ بيتعمل في اي مستشفى، معظم المستشفيات الحكوميه. كل مستشفى الحكومه في حاجه اسمها مقياس سمع، او مثلا معهد السمع والكلام، او معهد السمع والكلام. تمام. اي مستشفى حكومي ده في مصر يعني؟ في مصر اي مستشفى حكومي في قسم تخاطب في مقياس سمع، هو تمام. مشهور جدا. تمام. بتبدا تشوف لو في اي مشكله. حتى كمان انا بشوف الاطفال اللي هم لسه بيتولدوا بيعملهم زي فحوصات اوليه، بيعملوا مقياس السمع. في حاجه اسمها الاي بي ار، ده مقياس سمع بالكمبيوتر. ده ايه؟ الاي بي ار ده مقياس سمع بالكمبيوتر. تمام. بيبدا يقيس السمع، الطفل هو سامع ولا مش سامع، ده تشيك بعد الولاده. وبنعمله برضه الاطفال في لو طفل مش مدرك او طفل لسه صغير جدا مش هيدين. ايه اهميته بقى بالنسبه للغه والتخاطب؟ اهميته انا عايز اعرف هو بيسمع بودن بودانه الاثنين صح بشكل مناسب ولا ما بيسمعش، او في ضعف في حاجه ودن عن ودن اخرى. عايز اتاكد. تمام. ده بالنسبه انت قلت ده العامل الاساسي، فانت برضو عشان ايه يعني ايه تبقى فاهم سبب المشكله ايه من البدايه عشان تعرف تعالجها. تمام. لو عنده مشاكل في السمع ساعتها انت بتنصح الاهل ان هم يتجهوا ل انف واذن وحنجره او ايه دكتور؟ لو في مشكله في السمع بنعمل مقياس سمع. نعم. ممكن نتجه لدكتور انف واذن وحنجره، نشوف لو في مشكله او دكتور ودكتور سمعيات. دكتور سمعيات. دكتور في فرق بين الاثنين، الانف واذن وحنجره بيشتغل على الجزء التشريحي اكتر لو في مشاكل في العضو، اما الدكتور السمعيات بيشتغل على الجزء الفسيولوجي اكتر. ده. هي الودن بتسمع او ما بتسمعش، في مشكله فيها يبدا بقى كده يوجهك. لو في لو نفترض سي مثلا في ضعف في مقياس السمع اكتر، محتاج مثلا يركب سماعه، بيبدا يوديه بقى ان هو يركب سماعه ويروح لحد متخصص في التخاطب ويبدا يشتغل معاه ويشوف الدنيا. كده حددت مشكله وبدات تعالجها وبدات تشتغل عليها، بدل ما انت تشتغل على حاجه وانت مش عارف سببها ايه، فبتلاقي نفسك ما فيش نتيجه للشغل بتاعك او ما فيش نتيجه. الاصل انك تحدد المشكله من البدايه وتقيمها من البدايه وتوجه للاهل توجيه صحيح عشان نبدا نعالج المشكله دي. تمام. تمام. ايه بقى العامل السبب الثاني اللي ممكن يؤدي الى، او في اسباب تانية غير السمع ممكن تؤدي لتاخر؟ نفس الاسباب برضو، ان هو لو معامل الذكاء قليل متداني. نعم. احنا عموما البشر عموما او السواد الاعظم منا ذكاؤه من 90 فما فوق. نعم.
تحت 90 في مشاكل، بس مش مشاكل كبيره يعني، من 90 ل 80 مقبول، من 80 ل 70 بعد كده في حاجه اسمها، في اسمها البوردر لاين، بعد كده تحت ال 70 بقى بيبدا التصنيف. البوردر لاين تقصد اللي هو الخط يعني اللي تحته تبقى فيه مشكله. يعني او البوردر لاين هم فئه، هم فئه مش مش تبع الطبيعيين ومش ذوي احتياجات خاصه او ذوي الهمم. نعم. في تحت ال 70 بيبقى في تصنيفات اعاقه عقليه واعاقه بسيطه وشديده ومتوسطه. طب هم بيحددوا ازاي مستوى الذكاء، او مثلا ايه الاختبارات اللي ممكن تتعمل عشان احدد المستوى بتاعي؟ في اختبار معين او في اختبار تانية؟ في اختبار ذكاء ستانفورد بني. اسمه ايه؟ ستانفورد بني. الصوره الخامسه، وده مقياس يعني مقنن ومقياس عالمي. عالمي بس هو ينفع مثلا في المنطقه العربيه ولا في ولا في مشكله؟ هو ينفع، هو اصلا الفكره المقياس مقنن. يعني ايه مقنن؟ مقنن ان هم جابوا المقياس وترجموه وطبقوه على البيئه المصريه. نعم كويس. فهي دي فكره التقنين. وفي مقياس تاني ويكسلر برضو نفس الفكره. ويكسلر للذكاء. بيقيس برضو الذكاء. احنا مش هنفرد عن يعني، او مش هنتكلم اكتر عن المقاييس عشان يعني هو في مقاييس مختلفه بتحدد مستوى الذكاء، وكل واحد بيبقى متخصص في جزئيه معينه. احنا هنتكلم بشكل، في واحد بيبقى شامل او كده. لا احنا هنتكلم بشكل مختصر عن ستانفورد بني، مش هنفرد بشكل اكبر عشان ده شغل اخصائي نفسي اكتر. ما انا عارف. لا ما انا مش هكلمك، انا بتكلم انت معلومات عامه طبعا. يعني في حاجات فعلا بتبقى متخصصه وبتحدد مستوى الذكاء ساعتها برضو، يبقى احنا كده هنحدد مشكله، المشكله الثانيه اللي ممكن تحصل وتؤدي لتاخر اللغوي، فهل علاجها ايه؟ المشكله دي بنعالجها ازاي؟ او في حاجه، في بنوجه الطفل لايه عشان نبدا نحل المشكله دي؟ ماشي. الاختبار الذكاء بيحدد قدره عقليه، بعرف الولد ضمن انهي فئه. هو بوردر لاين، عنده اعاقه، ما عندوش اعاقه، طبيعي. لو هو ولد طبيعي خلاص بشتغل على اللغه. وفي اختبارات برضه بتقيس اللغه، بس نفترض ان الطفل مش بيتكلم وبس قدراته يعني، او عنده لغه بسيطه بس مش مناسبه لسنه. نعم. مثلا نفترض 6 سنوات مثلا او 5 سنين، نبدا نعمل له مثلا اختبار ذكاء، نفضل نشوفه قدراته العقليه ايه، ونعمل له اختبار لغه، بنشوفه هو بالنسبه للغه مناسب لسنه او متاخر، ونبدا نشتغل في البرنامج. طب لحظه بقى يا استاذ حمد كده، عشان احنا كده هنسالك سؤال فعلا اغلب الناس بتساله، وانا لغايه دلوقتي برضو عاوز اخد الاجابه من حد متخصص زي حضرتك. في كده يعني انا كنت بسمع عن قاعده بتقول ان الطفل ممكن يقعد لغايه 3 سنين ما يتكلمش، الطفل الطبيعي ما عندوش اي مشاكل ممكن يقعد لغايه 3 سنين ما يتكلمش. هي بيقول لك قاعده ال3 سنين، ولو عدت 3 سنين ولسه ما اتكلمش محتاجين ان احنا نتدخل في المرحله دي. هل الموضوع ده يعني صحيح، ولا في حاجات جديده بتتقال في الموضوع ده؟ يعني امتى اقول ان الطفل ده عمريا محتاج يعني تخاطب، يعني او عمره مناسب ان انا ابدا اشتغل عليه في تاهيل تخاطب؟ يعني مثلا ممكن تجي لي ام مثلا الطفل عنده سنه تقول ما بيتكلمش خالص، تمام، ما بيقولش اي كلمات خالص، حتى ما بيقولش بابا ولا ماما. هل تسالني السؤال ده الطفل ده كده ابدا معاه جلسات تخاطب في السنة، ولا استنى شويه؟ ولا استنى شويه؟ نفس الفكره اللي كانت بتقال ان انا استنى حد 3 سنين عشان ابدا تخاطب. تمام. الفكر ده خلاص هو يعني خلاص اصبح مش موجود اصلا. اخر الابحاث الحديثه او الدراسات الحديثه بتقول ان الفتره الذهبيه نبدا اتدخل فيها من 8 شهور حتى 3 سنوات. 8 شهور. لو الطفل عنده مشاكل ببدا اشتغل عليها. زي ما انت قلت في بدايه اللقاء، انت قلت ان الطفل اساسا بيكتسب اللغه في بطن مامته. بطن مامته. فما بالك بقى احنا هنتاخر لغايه 3 سنين ونبدا. طب ايه المؤشرات بقى؟ يعني 8 شهور اقول الطفل ده محتاج فعلا التخاطب. ماشي. نرجع نقول برضو لحاجه ثانيه، ان احنا ازاي بنحكم على الطفل ان هو متاخر؟ في مرحله، في حاجه اسمها جدول نمو اللغه عند كل الناس من شهر. جدول نمو اللغه. نمو اللغه. اللغه انا ببص عليه كده كاخصائي، ببدا اشوف والله الولد متاخر او مش متاخر، ده بنظره مبدئيه. لو لقيته خلاص في نفس المرحله تمام، خلاص اوكي ما عندوش مشكله، خلاص عنده مشكله والحاجات ببدا ادخل معاه بما يوافق المشكله بتاعته. جدول نمو اللغه بيقتصر، بيتكلم عن فكره ان احنا من شهرين لاربع شهور بنبدا، شهرين بعد الولاده اصلا، من شهرين بعد الولاده لاربع شهور بنبدا عمليه اللعب بالاصوات.
اللعب الاصوات اسمها زي ايه؟ فوكال بلاي، تبدا تطلع يلاغي همهمه او لا همهمه بالصوت بس مش مش مفهومه اكتر. ده على كده بقى احنا المفروض نوعي الاهالي المفروض بالتطور الطبيعي للغه، زي ما احنا عندنا مثلا في العلاج الطبيعي لازم برضو نوعي الاهالي بالتطور الطبيعي للحركه. يعني هو مثلا اول مره في برضو حاجه موجوده في اللغه يعني المفروض يعني برضو نشتغل عليها، ان احنا برضو نوعي الاهل ان الطفل ده من البدايه خالص ايه الحاجات المفروض يعملها عند كل مرحله عمريه. ده المقصود بالجدول اللغه، نمو اللغه. نمو اللغه البدايه في الاول لازم الطفل اللي بعد ما يتولد يعيط، لان هو صرخه الحياه، صرخه الميلاد. لو ما عيطش يبقى في مشكله، الاكسجين بيبدا يشتغل والجهاز التنفسي يبدا يشتغل. احنا قلنا مثلا من شهرين لاربع شهور بيبدا عمليه الفوكال بلينج، الفوكال او اللعب بالاصوات. اللعب بالاصوات اللي هو يبدا اصوات، اي اصوات مش مفهومه. بعدين من اربع شهور لست لثمان شهور بيبدا عمليه المناغاه. الملاغاه. المناغاه. مناغاه. مناغاه. نعم. لا مش سوري، من 2 ل 4 الفوكال بلي. نعم. من 4 ل 6 تقريبا. طب 4 ل 6 طبعا بتبقى رينج، مش كل الاطفال زي بعض. 4 ل 6 تبدا مرحله، من 4 ل 6 البقبقه يبدا يقول اصوات بابا ماما ده اللي هي الحاجات اللي بتطلع من الشفتين. من الشفتين. الاصوات دي تبقى اسهل حاجه للطفل بيعرف يطلع. هي اسهل حاجه. طب استنى بس، اسهل الطفل يقول اول بابا ولا ماما؟ هو بيقول بابا بس مش بيقول بابا عشان هو عارف بابا، عشان هو المخرج بابا يعني اسهل. لا زي ما الناس فاكره. لا 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 هو فعليا عشان المخرج اسهل ليه، مخرج الباء اسهل من الماء. لان الباء بيطلع الهواء من بره والماء بيشفط لجوه. ما لازم اضغط اضغط بالظبط. يعني اعتقاد ده خاطئ. اعتقاد ده خاطئ جدا. الام بيفرح، الام بتيجي بعد كده تقول لك ايه، انا ابني ده انا اللي باكله وبشربه وبعمله، في الاخر ما مش يعني ما بقولش اسمي والاسم بابا اللي هو ما بيشوفوش غير لما بيرجع من الشغل يلعب معاه شويه صغيرين. فده ملوش علاقه اصلا. ملوش علاقه اصلا. تمام. ده فعليا اصلا الطفل في البدايه ما بيكونش عارف باباه اصلا. ومامته ما بيبقاش عارفها، بيبقى عارفها من ريحه اللبن. في البدايه بيبقى شايفنا هيكل، بعد شويه بيبدا ملامحنا بتظهر، بيبدا يعرفنا. يعني هو زي حسب معلومات الطفل في البدايه بيبقى شايف الصوره قدامه كانها 2D او ثنائيه، كانه شايف صوره او بعد كده بتبدا بقى يشوفها الابعاد، يشوف الحاجه القريبه والحاجه البعيده، فيشوفها 3D او في الابعاد الثلاثيه. لا والتفاصيل بالظبط. فنرجع لجدول نمو اللغه، بيبدا بعد كده من مرحله، من وصلنا لجزئيه اللي هي يبدا ان هو يطلع البقبقه او المقمقه في البدايه. بابا ماما ماما تقريبا. لا من 6 ل 8 شهور. 6 ل 8 شهور. نبدا بقى من 8 ل 10 شهور. بيبدا عمليه، او من 8 ل 12 شهر بدايه السنه بيبدا يحاول ينطق الكلمه الاولى. الكلمه الاولى بتكون ممكن تكون بابا، ممكن تكون ماما، مش شرط بابا او ماما، اي كلمه. اي كلمه بيجي بعد كده كلمه، اي كلمه سوري. في كلمات طويله وفي كلمات قصيره على حسب. احنا ما نقدرش نحكم على الاطفال هينطق ايه، المهم ان هو ينطق كلمات مفرده. اول كلمه الاصعب الكلمه لما تبقى طويله وفي اكتر من مقطع. هي تقريبا من 9 شهور ل 10 شهور بيبدا اول كلمه. في تفاصيل بقى، في تفاصيل كبيره من مش هنختصر الوضع. مش هنقدر نحكي يعني نقولها. طبعا. في طبعا. هنا في البودكاست. بعد كده السنه الاولى، السنه الاولى بيبدا الطفل ينطق من 10 ل 15 كلمه اول يعني تقصد ان هو عنده حصيله لغويه لكلمات يعرف ينطقها من 10 15 كلمات. مش شرط الكلمات تكون واضحه، بس احنا لو عديناهم بيقولوا من 10 15. يعني ايه الكلمات تكون واضحه؟ قول لي. يعني في البدايه هو مثلا مش هيقول تفاحه، لو قال فاحه مقبوله منه، او تاحه، او تاحه انا مقبوله منه. كوميدي دي شويه. موزه طبعا بيضحكوا على الاوزه عادي. وده فعل، ده برضو بيرجع لنقطه ان احنا لما الطفل في الاول بينطق كلمه خطا بنعتبرها كلمه. واحنا نقول برافو 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 برافو، وبنبدا نحفزه فبيفهم ان ده معناها. صح. فاحنا الصح ان احنا هو قال اوزه نقول له موزه، بس نبدا نصحح، نعمله تغذيه. تصحيح الخطا اللي هو تراي اند ايرور، يحاول يصحح الخطا، يحاول يصحح الخطا فيبدا يكتسب، يبدا يعدل اللغه بتاعته. حتى يعني انا مثلا انا بتكلم لغه عربيه، لما اجي اتعلم لغه انجليزيه بقول لك احسن طريقه للتعلم اللغه مش انك تجيب كلمات وتحفظها، انك تسمع. انك تسمع وتكرر الكلام وحد يصحح. يا سلام بقى لو في حد من نفس اللغه، من اهل اللغه نفسها، يصلح عليك الكلام فتبدا انك تنطق الكلمه بشكل صحيح. طيب اللي هي انت قلت الحصيله اللغويه من 10 ل 15 دي عند سن كام تقريبا؟ من سنه.
سنه سنه، مش شرط تكون الكلمات دي 15 بالظبط، 10 مقبولين، 9 مقبولين، 8 مقبولين، الموضوع بيختلف من طفل لطفل ومن بيئه لبيئه. وحتى لو اتنين توأم ممكن تبقى الولد البنت اسرع، هي عموما الاناث اسرع من اشمعنى؟ الموضوع بيتمحور او بيرجع لفكره المخ بتاعنا، البنات او الاناث عندهم قدره على التخيل اكتر وجانب اللغه عندهم اعلى. سبحان الله. فدي حاجه بتاعت ربنا يعني، حتى تلاقيهم بيرغوا كتير قوي عشان هم كده اصلا هم بيجي. يعني انت لو شفت مجموعه شباب قاعدين مع بعض وبيتكلموا ممكن تلاقي كل واحد يطلع بكلمه كل ساعه مثلا. انما بقى البنات تلاقيهم مثلا بيفتحوا 100 موضوع في نفس الوقت، مفيش اي مشكله عندهم لان عندهم حصيله لغويه عاليه. انا بتعجب بالموضوع ده، انا بشوف حصيله لغويه وموضوع تفكيري، الراجل نتائج، الست تفاصيل وتفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل. هتلاحظ حضرتك كده لو حد مثلا بيتكلم مع ليس الذكر كالانثى مع زوجته او خطيبته، ها يعني ايه؟ قولي لي ايه اللي حصل؟ ما تحكيليش تفاصيل. بالظبط، وتلاقي تقول انت ساكت ليه؟ ما بتتكلمش ليه؟ هو انت بتسكت عشان انت عايز تعرف الموضوع اخره ايه؟ بيفكر كتير بس اخراج الكلام اخراج اللغه بيبقى ايه؟ مش زي، سبحان الله. تمام. فبنبدا من 10 15 كلمه نبدا نشوفهم، خلاص ماشي في النطاق ده تمام. في بعض الاطفال بتاخر شويه، بتقدم شويه، في فروق فرديه. بيبدا في السنه الثانيه بيبدا ينطق من اللي في السنه الثانيه. بسمع يعني ان في كده معلومه بيقول لك ايه سريعه كده، يعني عموما بيقول لك الطفل ممكن يقول كلمه واحده عند سن سنه، يعني ويقول كلمتين ورا بعض عند سن سنتين، ويقول ثلاث كلمات ورا بعض عند سن ثلاث سنين. هي قاعده بتقول لك، قاعده بتشخصيه، واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاث ثلاثة. دي القاعده دي. ان الطفل في السنه الاولى يبدا يقول كلمات مفرده، مش كلمه واحده، كلمات مفرده. كلمات مفرده، تقول كلمات مفرده 10 او 15 في اول سنه. كلمات يعني عارف اكل اكل، موزه، بطه، قطه، كلب، هات، خد، دي كلمات مفرده. في السنه الثانيه بيبدا يقول مثلا بابا جه، ماما نام، بابا نام. جمله من كلمتين. السنه الثالثه بيبدا يقول جمله من ثلاث كلمات، انا عاوز اكل، اول بابا جه شغل، بابا جه من الشغل، شغل، شغل، ما هو ثلاث كلمات. تمام. بيبدا بعد كده في السنه الثانيه بيبدا ينطق من 200 ل 250 كلمه. وبرده في الفتره دي مش شرط ان الكلام بيكون واضح وضوح بيور. في حاله لو انا ابني بينطق الكلمات دي او انت حصيله لغويه بس في مشاكل بينطق النطق مختلف، ببدا ارد عليه بشكل واضح من غير ما احسسه ان هو بيقول حاجه غلط، لان الطفل في المرحله دي سامع صح وبينطق غلط، هو مش مدرك ان هو بينطق غلط. نعم. بعد كده المرحله الثالثه ثلاث سنين بيبدا الطفل ينطق من يتكلم او ينتج من 3000 كلمه ل 5000 كلمه. ايه ده؟ تقمص. تقمص، الموضوع بيحصل فيه طفره كبيره جدا. سن كام؟ من 3 سنين، من 3000 كلمه ل 5000 كلمه. ده ايه ده؟ عند 5 سنين اصلا؟ 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين بيحصل طفره كبيره جدا. طب احنا ليه الطفره دي بتحصل في الفتره دي مع ان هو في الاول بيقول كلمات بسيطه؟ عشان حاجه اسمها ثلاث لقات احنا بنقولهم، منهم الفطام، ميلاد طفل جديد، والحضانه او هو بدا يروح الحضانه بيبدا يكتسب معلومات اكتر. من 4 أو 5 أو 6 بيبدا حاجه اسمها عناصر السياق اللغوي اللي هي القواعد اللغويه، يبدا يدرك ان في ضمائر، ويقدر ان في حاجه اسمها حروف جر في الكلام، وفي حاجه اسمها ظرف الزمان وظرف المكان، الحاجات اللي هي لغويا اكتر. 5 سنين ونص المفروض سن اكتمال اللغه، اقدر اعرف ان ابني خلاص اللغه عنده اكتملت ازاي، لو هو بيقدر يحكي لي قصه متتابعه الاحداث، يعني انا بسمع القصه فاهم ان الكلام مترابط، مثلا جاي من المدرسه او من الحضانه بقى ويقعد يحكي عن الاحداث اللي حصلت في يومه مثلا، او حتى لو بيحكي قصه خياليه من كرتون او حاجه تبقى مترابطه. او في اطفال انت بتقعد معاه بين بدايه ونهايه بيجيب كلمه من هنا وكلمه من، فانت مش فاهم حاجه، لازم الكلمه القصه تكون متتابعه الاحداث، يقول لك الشخصيات اللي فيها مثلا او كده ممكن. بس هو الفكره العامه ان هو بيقول حاجه انت فعلا بتفهم الرساله منها. يبدا يقول لي قصه متتابعه الاحداث، موقف بيحكي، موقف، منضبط السياق، سليمه، صحيحه الاصوات. لو يبدا يقول لي الثلاث حاجات دول خلاص انا بقدر اقول ان الطفل اللغه مكتمله عنده. وبرده في اختبارات بتقيس الموضوع ده. تمام. انت في البدايه خالص قلت ان في العوامل اللي بتاثر على اللغه او ممكن او الاسباب اللي بتاثر على اللغه، قلت اللي هي ممكن مشكله في السمع او مشكله في الجهاز العصبي او مشاكل
في الذكاء، مستوى الذكاء. في حاجات تانية؟ اه طبعا. ازاي؟ لو الطفل عنده صرع او كهرباء على المخ بيأثر على اللغة. تمام. طبعا في حتة الصرع او الكهرباء مش هنتكلم عنها عشان دي تخصص اكتر، مخ والاعصاب. السي بي او الشلل الدماغي، الشلل الدماغي او اللي صورنا ده منتشرة، او مشاكل في الجهاز العصبي عموما، ممكن تكون سي بي، ممكن تكون مشاكل جينية، مشاكل عيوب خلقية في التكوين نفسه، كل دي مشاكل بالإضافة للمشاكل الحركية ممكن تؤدي إلى مشاكل لغوية أو تأخر النمو اللغوي. طيب إحنا أغلب الحالات إحنا برضو بنشتغل بقى في العلاج الطبيعي، بتبقى برضو يعني أغلبهم في عندهم مشاكل، لو مشاكل عصبية أو مشاكل في الجهاز العصبي بتأثر عليهم من ناحية الحركة. كمان زي ما أنت اتفضلت، في بعضهم برضو لو المشكلة أثرت على مراكز اللي هي اللغة أو الكلام بتبقى عندهم مشاكل لغوية ومشاكل في الكلام. طب هل في علاقة أو ارتباط ما بين الحركة واللغة أو الكلام؟ يعني أنا مثلا أنا يعني أخصائي علاج طبيعي شغال مع الطفل، أقول لا الطفل أهم حاجة إن هو يتحرك كويس، ويعني بعد كده يبقى يتعلم الكلام أو يتعلم اللغة. هل اللغة ممكن تأثر على الحركة أو الحركة ممكن تأثر على اللغة؟ طبعا تأثر جدا. احنا حاليا الكون ده حاجة بعيدة عن المجال، الكون أصلا مبني على الحركة، لو ما اتحركناش ما بنتطورش، ما بنتقدمش، ما فيش حياة أصلا. كذلك الكلام أحد تعريفاته هو الفعل الحركي للغة. صح. انا يعني عشان اقول اي مفرد احنا بنتكلم بنتحرك، متحرك فيه يعني. مثلا مثال بسيط، انا عايز اقول لا، لسان كده طلع فوق قال لي، عايز اقول فا لا، وبتفتح بقك كمان، بفتح بقي في هوا، تكنيكس معين، كل دي حركه. الهوا ده عباره عن جهاز تنفسي فيه عضلات. فالعلاقه وثيقه جدا. هو الكلام احد تعريفاته برضو ان هو الفعل الحركي للغه. عشان كده احنا عشان الاطفال اللي احنا بنشتغل معاهم في تاهيل العلاج الطبيعي، في اهميه جدا ان احنا ايه، لازم ناهلهم من الناحيه اللغويه. طيب في سؤال، اتفضل. لو طفل ما بيعرفش يتكلم، تمام، هل ده ممكن يسبب عنده مشاكل حركيه؟ يعني مثلا ايه، ما هو مش عارف يتكلم فيعبر عن الكلام بحركه يعني فيها زي ما تقول مثلا فيها مبالغه شويه عشان يعبر عن نفسه، فده مع الوقت يبدا يتاثر حركيا. وهل في تشخيصات، هل في تشخيصات معينه ممكن تاثر؟ يعني مثلا لو الطفل ما بيعرفش يتكلم كويس يبدا ان هو يعبر عن نفسه بالحركه المفرطه مثلا، ويبدا ان هو يعني في حاجات زي كده. الطفل مثلا عنده مشكله معينه في الحركه، هو عنده مشكله في الحركه، اللغه هي عامل مساعد ان هو يتطور، لان اصلا اللغه عشان الطفل يتواصل. نعم. هنفترض ان هو التواصل البسيط، اقل انواع التواصل، زي ايه؟ هو مثلا عايز يدخل حمام، عايز ياكل، متضايق، عايز يمشي، لو ما بيعبرش او ما فيش اي تواصل، هو ممكن يستخدم الحاجات دي بشكل سلوكيات معينه. سلوكيات؟ صغير يبدا يعمل سلوكيات معينه، وهو الموضوع نفسيا بياثر عليه، لان اللغه هي احنا زي ايه السلوكيات دي؟ في اطفال بتعض، تضرب، ده عاوز يعبر عن نفسه مثلا، يعبر عن غضب فيبدا ان هو يعض او يضرب، بس هو مش عارف ان هو يعبر عن اللي جواه بالكلام، فيبدا يطلع حركات مش يعني مش طبيعيه كشخص طبيعي. او سلوك بشكل سلوك. مثال بسيط، حضرتك احنا خدناك وديناك الصين، تمام، محدش هناك بيتكلم عربي، محدش بيتكلم انجليش، حضرتك ما تعرفش ولا كلمه صيني، عايز تتواصل مش فاهم اي حاجه، بعد فتره هتتضايق، انت مش عارف تعبر عن، اعرف واحد زميلي كده فعلا كان راح بجد كان راح منحه في الصين، تمام، فانا بقول له يعني بهزر معايا لما راح هناك، بقول له انت زمانك بقى مبسوط كده؟ بقول انا حاسس ان انا هكتئب، انا كل اللي انا بعمله قاعد في السكن او الاوضه بتاعتي فاتح الانترنت، عاوز اتكلم، عاوز اتواصل مع العالم، لان لو ما عملتش كده ممكن ارجع. هو كان بيحضر دكتوراه، ففعلا الموضوع زي ما حضرتك بتقول يعني. حتى هما لو بيتكلموا انجلش بتلاقي الانجلش عندهم في لك صيني، يعني مش الانجليش البيور، فهتتعصب مش هتعرف تتواصل مع البيئه. هيظهر بقى انفعالات على جسمك وكلام من ده. طيب في يعني تشخيص اللي هو اسمه تشخيص اسمه تشتيت الانتباه، تشتت الانتباه نتيجه تشتت الانتباه المصاحب للحركه المفرطه. هو التشخيص اللي هو اتنشن ديفيشنسي هايبر اكتيف ديسوردر او اي دي اتش دي. هل ده ليه علاقه بالتخاطب او اللغه؟
يعني ممكن تقول لي يعني ايه هو الاي دي اتش دي مثلا؟ ايه علاقته بالتخاطب؟ اه الاي دي اتش دي ده اضطراب بيكون ليه ثلاث انماط. في مشكله في الانتباه، طفل بيكون ما بيتحركش اوكي بس مش منتبه. يعني ايه مش منتبه؟ اي حاجه بتشتت انتباهه، ممكن يتشتت من اي صوت، يتشتت من اي مصير بصري، فمش بيركز، فده بينعكس عليه في الدراسه وينعكس عليه في الحياه بتاعته. الام مثلا خد يا احمد ودي الكوبايه دي مكان فوق الترابيزه، ياخد منها الكوبايه ينسى اصلا ان هو عن الترابيزه، هات مشتت. المدرس معاه في الفصل بيشرح له حاجه، الولد مش مركز مع المدرس، مركز مع صوت المروحه، مركز مع الشباك، مركز مع حد معدي. ده عنده مشاكل في الانتباه بما يعني حسب نوع، يعني داخل مجالات الانتباه. طب هو بيقول لك ايه؟ تشتت انتباه مع فرط حركه، بيبقى عندهم فرط حركه؟ ما هو ثلاث انماط، النمط الاول تشتت انتباه. تشتت انتباه فقط. فقط، النمط الثاني فرط حركه فقط. مع تشتت الانتباه. فرط حركه فقط. فرط حركه فقط. فقط. من غير تشتت انتباه. من غير تشتت انتباه، الولد. طب ازاي؟ لا في اولاد كده. بيتحرك كتير بس عارف. بيتحرك كتير جدا بس مركز جدا، حتى انت لو انا كنت خبره عمليه كنت بشتغل مع احد الاولاد منهم. هو بيسمعني وبيتحرك بس هو فاهم وسامع انا بقول ايه بالظبط كويس. اقول له ركز معايا، يقول لي انا سامعك، واساله يجاوب. هو مش قادر، هو بيتحرك كتير بس مركز معايا جدا. تمام. وفي النمط الثاني اللي هو فرط الحركه وتشتت الانتباه. كان على فكره كان فكرتي على ADHD دي فاكر ان هو اللي هو النمط الثالث بس لان التعريف بتاعه اتنشن يعني اللي هو تشتت انتباه مع فرط حركه، فكنت معتقد ان لازم الاثنين يبقوا متواجدين مع بعض. انا اول مره اعرف معلومه منك جديده دلوقتي ان ليه كذا نمط، يعني ممكن يكون تشتت انتباه فقط، فرط حركه فقط مع ان هو بيعرف يركز، والنوع الثالث اللي انا فاكر ان هو ده الاي دي اتش دي اللي بتشتت انتباه مع فرط حركه. اه في حاجه اسمها الدي اس ام 5، ده الدليل التشخيصي والاحصائي. ده دايما بيبقى فيه ابديت لكل الاضطرابات. قديما كنا مثلا بنقول على التوحد، كله توحد، كان في توحد وفي حاجه اسمها متلازمة اسبرجر وفي حاجه اسمها متلازمة مشاكل يعني متشعبه نفسيه مع ذهنيه، صح؟ اه هو كل فتره بيبقى في ابديت، فمن ضمن يعني دايما بيحسن من ابديت لكل الاضطرابات. تحديث يعني تحديث اه على حسب التعريف والتحديثات. تمام. طبعا ممكن لو الطفل عنده فرط حركه وتشتت انتباه ياثر على الحركه، ياثر سوري على اللغه، على اللغه، على اللغه. طب في سؤال طبعا، الطفل ده لو احنا عالجنا عنده اللغه والكلام، هل ده ممكن يحسن من صعوب من المرض اللي عنده، المرض نفسه اللي هو الاي دي اتش دي او المشكله او المتلازمه اللي عنده دي؟ هو الاساس في التشخيص انا بقدر بشتغل على الحاجه المسببه مش بشتغل على الحاجه الاول. المفروض ان الولد عنده اندفاعيه ومتاخر في اللغه، بشتغل على الاندفاعيه واللغه مع بعض، لان هو لو يعني بعض الاطفال هو مندفع فبيجي يتكلم هو عايز يتكلم بسرعه، بيدخل حروف في بعض، عنده بعض اللدغات، مش ما بيقعدش اصلا. هو في معلومه كانت سايده ممكن برضو كانت من ضمن المعلومات ان انت ممكن تصحح لي المعلومه دي، ان الاي دي اتش دي ما بيتكلمش او بيتكلم كلامه نادر، ولا المعلومه دي مش صحيحه؟ لا المعلومه دي مش صحيحه جدا. الاي دي اتش دي بيتكلموا، بيعيشوا حياتهم طبيعيه، بيكونوا ناس طبيعيين، بس ممكن يواجهون بعض المشكلات البسيطه، بس مش مشكلات متفاقمه، بس لو الطفل عنده اي دي اتش دي بس. احيانا بيتجنن يا استاذ حامد الطفل اللي هو اللي عنده فرط الحركه النمط اللي هو الثاني والثالث. اه الثالث اللي هو الاثنين. نتيجه فرط الحركه تلاقيه ممكن يقع كتير او يتكعبل كتير، فيجي لنا على اساس ان هو عنده مشكله في الاتزان في العلاج الطبيعي، فنبدا احنا فعلا بنشتغل على الاتزان عشان نخليه يعرف يركز وكده. معنى كده من كلامك ان انا لو كمان اشتغلت معاه اللي هو التخاطب او تقليل الاندفاعية، ده بيقلل الاندفاعيه اللي عنده، بيخليه يعبر عن نفسه احسن، فده بيخليه يتحسن من ناحيه اللي هو فرط الحركه، وفي نفس الوقت هيساعدني مع العلاج الطبيعي ان اتزانه يتحسن. لا السؤال في معناه ان مثلا حضرتك انت عايز تتكلم كويس او انا عايز اتكلم كويس، نعم، في صوت جنبي فالصوت ده مأثر على كلامي فانا مش عارف اتكلم. كذلك هو عنده دفاعيه، الدفاعيه دي مخليه مش صابر ان هو يتكلم، عايز يتكلم بسرعه، عايز يخلص بسرعه، فده منعكس في اللغه عليه. فانا لو هديت او عالجت الاندفاعيه بتاثر قطعا على اللغه. حضرتك اتكلمت عن الاسباب اللي هي ممكن تاثر على او تؤدي الى تاخر اللغوي، تمام، وقلت لي كمان في مؤشرات. احنا لسه في الاسباب، في حاجه تانية في الاسباب. اه ايه؟ اه مثلا لو الطفل عنده طفل توحد، اللغه توحد، توحد اوتيزم، ممكن نعتبرها
في العموم مشكله نفسيه، هل التوحد دي مشكله نفسيه؟ التوحد لا، دي مشكله التوحد نفسيه؟ ده اضطراب جيني حتى الان غير معروف سببه، او هم عارفوا جين بس مش عارفين اسمه، يعني عارفين ان هو جيني بس مش يعني من ضمن الاسباب ان هو جيني، ان هو جيني بس ما حدش يعني ما فيش يعني مش عارفين السبب ايه. بس معظم الاطفال التوحد بيتاخروا في اللغه. ولو كانوا زمان كانوا بيقولوا طفل التوحد ما بيتكلمش، كانوا زمان بيقولوا كده. لا، هو اخر الدراسات بتقول ان 75% بس بيتكلموا و25% غير ناطقين، ده على مستوى التخاطب. يعني هو على يعني ممكن تصحح لي المعلومه دي، كانوا بيقولوا ان اصعب اكيد ليهم تصنيفات، صح؟ اه طبعا، زي اي متلازمه، زي اي متلازمه او زي اعاقه او زي اي كانوا كان حسب المعلومه كانوا بيقولوا ان اصعب يعني تصنيف ليهم ان هم ما بيتكلمش خالص، الكلام ده صحيح ولا؟ الموضوع ده بيتلخص فكره اللغه، بيتركز في فكره مين اصعب او مين اسهل بالنسبه للاوتيزم على حسب التشخيص، في تشخيص بسيط، في متوسط، في شديد، على حسب. والتوحد نفسه على حسب، هو الولد عنده توحد بس او عنده اعاقه ثانيه، في بعض الاطفال اعاقه مزدوجه، في اطفال بقى عندهم توحد عندهم اي دي اتش دي. بصراحه موضوع التوحد ده محتاج يعني تفاصيل كتير. التوحد ده محتاج ازاي نقول ان الطفل ده متوحد، ويعني ايه بدايه العمر بتبقى قد ايه في الغالب، وامتى اقول في احيانا التوحد بيبقى فيه تداخل مع مشاكل ثانيه. بس احنا خلينا نتكلم في نقطه اللغه والكلام. انت بتقول ان من ضمن الاسباب التاخر اللغوي كان ممكن الطفل يكون مصاب ايه بالتوحد. بس احنا لازم نحط على نقطه معينه، ان بالنسبه للتوحد انا بسال شويه اسئله، هل الولد توحد بسيط شديد متوسط مع مصاحب لاي اعاقه ثانيه؟ مش مصاحب، اوكي تمام. مثال بسيط، حاليا في حد اسمه تيمبل جراند، دي تيمبل جراند دي دكتوره في علم الحيوان مع ماستر دكتوراه، وهي متشخصه باضطراب التوحد. يعني تقصد ان التوحد ملوش علاقه في بعض ال يعني بعض التصنيفات من التوحد مالهاش علاقه بمعدل الذكاء. لا، ما هو معامل الذكاء بيفرق معاه، بس هو دلوقتي مثلا هي توحد بسيط ومعامل ذكاء عالي وما عندهاش اعاقه ثانيه. نعم. في بعض الاطفال بيبقى توحد مصاحب لاعاقه عقليه. نعم. فده بيأثر على فكره تأهيله. هي مثلا توحده ما عندهاش حاجه، فتعلمت اتعلمت اتعلمت، حتى ليها اصلا فيلم سينمائي بيتكلم عن حياتها موجود في كل حته. طيب عاوز اسالك بقى يا استاذ حامد، بالنسبه لخبرتك في التعامل مع الحالات، اكيد انت شفت في تفاوت في الحالات، في حالات بتبقى التحسن بتاعها بيبقى سريع شويه، وفي حالات مثلا بتبقى فيها صعوبه شويه في التاهيل، بس انت في العموم بتتعامل مع اغلب الحالات. هل مثلا في مؤشر انت لو شفته عند حاله تقول ان التاهيل التخاطب نقول ان هو مش هيكون مفيد للطفل ده؟ يعني مثلا الطفل ده مش هيحتاج التخاطب، ولا انت اي طفل بيجي لك انت يعني ايه بتقول ان هو مؤهل ان انا اشتغل معاه جلسات؟ يعني انت قلت في البدايه مثلا ايه ان انا ممكن ابدا مع الطفل من عمره 8 شهور جلسات تخاطب. هل السن بيفرق؟ يعني مثلا ايه طفل جالك عند 8 شهور، طفل تاني جالك وعنده 7 سنين، ايه الحالات اللي ممكن تقول التخاطب او جلسات التخاطب مش هتبقى فعاله؟ الطفل ده يعني خلاص هو وصل عند مستوى معين، ما اقدرش ان انا جلستهم مش هتبقى فعاله. وهل في كده؟ حضرتك سالتني اكتر من سؤال في سؤال. السؤال الاول، لو جالي طفل صغير يعني عنده مشكله، كل ما يكون التدخل بدري كل ما تكون النتائج افضل. زي العلاج الطبيعي بقى. زي العلاج الطبيعي وزي اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في التاهيل، صح. والتدخل المبكر بيكون بيقوم ان احنا فكره نتدخل اكتر ونكثف جهدنا اكتر مع الطفل وننوع ونشتغل باكتر من اسلوب لحد ما الطفل يبدا يتقدم. فكره ان هو 8 شهور او 9 شهور او سنه، دي فكره ان بيبقى محتاج شغل. في بعض الاطفال بيبقى محتاج ارشادات من الام ان هي تبدا تشتغل شويه وبعدين تيجي لي تاني تيجي لي تاني. وفي بعض الاطفال بنبدا خلاص احنا شخصناه نفسنا ان هو اشتخص توحد او تشخص اي اعاقه، بنبدا نشتغل معاه. النقطه الثالثه، اول حاجه لازم نكون معترفين ان في اي مجال من المجالات احنا بنشتغل فيها ان الشافي هو ربنا سبحانه وتعالى. فانا ما اقدرش اقول ان الطفل ده مش هيتكلم. انا ببدا اشتغل مع الطفل بكل ما املك، ولي الامر يبدا يشتغل. احنا ممكن نغير اسلوب التدريب، ما نفقدش الامل، ما نفقدش الامل. ممكن نغير اسلوب التدريب، ممكن نغير المكان، ممكن نغير الاخصائي، ممكن نغير، بس ما نوقفش مع الطفل. نبدا نشتغل 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 لحد ما ربنا يكرمنا ويتكلم.
امتى نقول مثلا الطفل مش هيتكلم؟ بعض الاطفال كان زمان بيقولوا 6 سنين ومش هيتكلم، 9 سنين مش هيتكلم. من خلال خبره عمليه شفنا حالا اتكلمت بعد 13 سنه. ده بيحصل فعلا، بيحصل حتى في العلاج الطبيعي. انا عاوز اقول لك عندنا حالات ممكن ما يمشيش خالص ويجي عند وتشخيصات محدده، ممكن يوصل عند سن 15 وحتى 20 سنه ويبدا يمشي. تخيل في عندنا حالات كده فعلا في العلاج الطبيعي. ففكره ان انا ما انا انا ما املكش القدره العلميه وكانسانين نقول متوقع مش هيتكلم او مش هيمشي، لا انا ابدا اشتغل معاه، مفيش نتيجه، اغير وابدل واغير واكثف وازود. بس طيب على اي اساس بقى يا استاذ حامد بتبدا تغير؟ على يعني انت بتقول انك في البدايه بتعمل تقييم للحاله وتحدد مستواها وتحاول تحدد المشكله، يعني بقى كانت المشكله اتكلمت عنها مشكله سمعيه، مشكله في طبعا الطفل ده اكيد هيكون متابع مع دكتور مخ واعصاب، هل هي في مشكله في معدل الذكاء بتاعه، وبتشوف برضو المشاكل محدده جوه التخاطب جوه اللغه، وبتبدا تحدد قائمه بالمشكلات دي وتبدا تحط لها حلول في شكل برنامج التخاطب. ده التقييم بتاعك. طب ممكن تدينا فكره كده يعني سريعه، التقييم عباره عن ايه؟ يعني تقييم التخاطب، انت مثلا لو جالك طفل ازاي تحدد عنده المشاكل باختصار، يعني ازاي تحدد عنده المشاكل وتبدا تكتب له برنامج؟ هل انت بتاخد المعلومات من الطفل ولا بتاخد معلومات من بس ولا بتعمل ايه؟ ماشي، هنتكلم بشكل جنرال على كل الحالات. بشكل عام اول حاجه في حاجه اسمها دراسه الحاله، ببدا اعرف التاريخ المرضي بتاع الطفل والولاده وفي مشاكل في الولاده بعد الولاده. بعد كده ببدا اعرف معلومات عن الطفل، الادويه اللي بياخدها، تشخيصه له، الادويه اللي بياخدها، تشخيصه هو مشخص اصلا ايه او مش يعني هو جاي لي مشخص ايه، لان كل فئه ليهم تكنيك معين في الشغل، ليهم طريقه علاجيه معينه، طريقه علاجيه، وفي برامج بتخدم كل فئه. نعم، ده بالنسبه للبرنامج. ببدا اشتغل اشوف نقاط القوه اللي عند الطفل، نقاط القوة تبدأ تحدد عشان تبدأ تعتمد عليها في التأهيل. اعتمدت تبقى مدخل للتأهيل. نعم. ونقاط الضعف أبدأ أحطها في البرنامج وأبدأ أشتغل عليها. إحنا في التخاطب بنشتغل على إيه؟ بنشتغل حاجة اسمها مهارات ما قبل اللغة. الطفل ما قبل اللغة، في مهارات لازم تكون موجودة عند الطفل عشان يبدأ يتكلم. مثال بسيط مثلا زي التواصل مثلا، طفل مش بيتواصل فلازم مش شايفك أصلا. مش بيبص، ما فيش أي كونتاكت بينه وبينك. يعني تواصل بصري تقصد؟ تواصل بصري، إن هو بيبص لي. مركز معاك كده، مركز معايا، مركز مع حضرتك بالظبط جدا، يبقى مشتت. يبقى مشتت او مش بيبص لي، انا عايزه يبص لي عشان يبدا يستقبل معلومه ويبدا يشتغل. حاجه تانية زي التقليد، التقليد مهم جدا، التقليد بيقلدني، لان التقليد اصلا هو مدخل اللغه. عشان في مرحله مستقبليه لو اقول له مثلا قول بابا، الموضوع شيق وفي تفاصيل كتير جدا جدا، الموضوع كبير يعني محتاج. طيب أكثر. انت بعد كده بتبدا تحدد اللي في ايدك جلسات تخاطب. تمام. ايه هو الوقت او الوقت المثالي او مده الجلسه المثاليه في التخاطب بالنسبه لخبرتك في الشغل؟ مده الجلسه التخاطب هي ما تقلش عن نص ساعه وما تزيدش عن ساعه الا ربع. ليه ما تزيدش عن ساعه الا ربع؟ بعض الاطفال بيفصلوا، ممكن اشتغل ساعه لو طفل كبير. يعني تقصد ما بيفقد التركيز معك؟ بيفقد التركيز، لانه في نفس الوقت الطفل هو جاي اصلا في فكره التاهيل اصلا. التاهيل هي عمليه محاكاه للواقع، انا بوصل الواقع بجانب لازم الجلسه تكون شيقه وممتعه للطفل. لازم يحس لازم يحس ان هو جاي يلعب عشان يبدا يدي استجابه، عشان هو في الاول وفي الاخر انت عاوزه هو اللي يقدم نفسه. هو طفل، هو طفل فعلا، الطفل بيحب اللعب وبيحب هو جاي يلعب، هو بالنسبه له جاي يلعب مش جاي يشتغل. بالظبط، هو شغله اللعب أصلاً. هو شغله لعب او المدخل للعب. سريعا بالنسبه للتقييم، في حاجات مهارات ما قبل اللغه، في حاجه اسمها بنقيم النطق عند الطفل، لو النطق بتاعه طريقه تقصد اخراج الاصوات تخرج ازاي؟ ايه اخراج الاصوات ازاي؟ ده شكل جنرال على الحاله كلها. بنبدا نشتغل على اللغه نفسها، هو عنده مفردات زي ما احنا قلنا عنده مفردات او ما عندوش. بنبدا نشتغل على في مشاكل في الكلام، في عيوب نطق وكلام، اعضاء نطق وكلام. بنشتغل كجنرال كل ما يخدم كل اي حاجه بتخدم اللغه، ولو في مشاكل تانية نقدر بتاثر على اللغه بنبدا نشتغل معاها. كنت بشوف مشاكل عند بعض الاطفال اللي هم عندنا، في بعض المشاكل العصبيه عند بعض الاطفال، زي اطفال اللي هم بنسميهم السباينال ماسكولار اتروفي، الاس ام اي، بيبقى الصوت بتاعهم بيبقى منخفض شويه. تمام، فاكيد برضو دي بتبقى مشكله، اللي هو مستوى الصوت. صح، مستوى الصوت. مستوى الصوت بتشتغل عليها برضه في التخاطب. بنشتغلها كجنرال، بنشتغلها في التخاطب بالمناسبه بقى. بالم...
يعني برضو انا عارف الموضوع التخاطب ده موضوع كبير يعني، جدا. عاوز بس اعرف يعني ايه المشكلات، يعني قول لي كده بشكل عام، تنصح الام لو شافت الحاجه دي عند ابنها نقول ان هو محتاج في اخراج الاصوات نفسها، يعني مثلا ايه في طريقه النطق، او زي مثلا اسمع حاجه اسمها التلعثم، او اكيد في اشكال لدغات مختلفه، او الخناف، او في مشاكل كتير مختلفه. ممكن تكلمنا عنها مثلا ايه هي المشاكل دي؟ ماشي، احنا هنقول المشاكل بتاعه التخاطب بشكل مختصر. اول حاجه اللغه، في حاجه اسمها تاخر نمو اللغه، في تاخر ابتدائي وفي تاخر ثانوي. تاخر ابتدائي ان الطفل عنده مشكله فتاخر، فانا كده عارف ان المشكله ان هو متاخر بسبب المشكله. تاخر ثانوي هو ما عندوش حاجه بيبدا يتاخر في اللغه. دي اول مشكله في اللغه. تاني مشكله في اللغه حاجه اسمها العي. العي ده الطفل او الانسان، العي او الافيزيا. الافيزيا الافيزيا بيبقى الطفل او الشخص بيتكلم عادي، بتحصل له حادثه او جلطه بيفقد اللغه نتيجه اصابه مراكز الايه، الكلام. الكلام دي مشاكل اللغه. في حاجه اسمها مشاكل الكلام نفسه، حاجه اسمها التلعثم، حاجه اسمها اللدغات. افيزيا يعني هو مش عارف يطلع الكلمه بشكل، عارف الكلمه بس مش عارف يطلعها بشكل، ولا اصلا الكلمه بتطلع متلخبطه اساسا. الافيزيا برضو ليها نفس ليها التكنيك تفاصيل وكده، برضه. بس احنا بنقول بشكل جنرال حد حصل له حادثه فبيبدا اللغه عنده بتتاثر. تمام. في مشاكل الكلام، في اللدغات، في التلعثم، في الخنف. يعني اللدغات تقصد ايه؟ لدغ يعني الفكره عشان ما يبقى التفاصيل اهون التفاصيل. اللغه اللي هي اللغه مفردات، نعم الكلام، صح. القواعد، صح. عنده حصيلة لغوية. الكلام احنا قلنا عملية عرض للغة، هو بينتج اللغة بس بينتجها بشكل غلط، فيها لدغات، فيها تلعثم وقفات، مش عارف يجي يتكلم انا 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 انا، ده شكل من اشكال التلعثم، تكرار الكلمة تكرار الكلمة مثلا، اللدغات او الكلمة تبقى تقيلة، ينطق السين ثه، او دي اللدغات، او الره يه كده. دي اللدغات. في حاجة اسمها الخنف، ينطق حاجات تانية، أصوات مختلفة. في مشاكل، آخر حاجة مشاكل الصوت، ودي مشاكل الصوت أكتر يعني بيشتغلها أطباء التخاطب. في فرق بين طبيب التخاطب وأخصائي التخاطب. في أطباء التخاطب وأخصائي التخاطب، أخصائي تأهيل تخاطبي، في فرق. طبيب التخاطب هو طبيب كلية طب ودرس تخاطب، بيشتغل أكتر، هو بيشتغل كله، بيبقى متخصص يعني. هو يعني ممكن تقول هو جزء ملوش علاقه يعني بالانف والاذن والحنجره، هي ليه دي تخصص منفصل، هو احد فروع الانف يعني، تبع الفونيتريكس، بس هو بيشتغل اكتر مع الحالات، هو بيشتغل مع كله. نعم. عموما وعارف كله، بس اكتر يبقى دارس بقى المشكله طبيب المرضيه، المشاكل المرضيه بالتفصيل، يعني ممكن يعالج المشكله المرضيه نفسها اللي هي ادت اساسا للمشكله، مشكله التخاطب او مشكله في اللغه. تمام. اللي هو بيرجع لفكره وبيشخص وبيدي دواء براحته، مفيش المرض، مشكله، بيبدا يدي ادويه خاصه بال تمام. اما اخصائي التخاطب ما بيديش ادويه، بيشتغل شغل تاهيلي فقط، ملوش نعم. ان هو يكتب دواء او يطلب دواء، او هو بيشتغل تمام. تربوي. فاحنا في مجال التخاطب الحاجات طبيب التخاطب بيشتغل اكتر اضطرابات الصوت، لان في عمليه استئصال حنجري وحنجره وحاجات، ممكن حاجات جراحيه كمان، حاجات جراحيه اكتر. نعم. فاحنا مش بنشتغل كاخصائي تخاطب، مش بيشتغل حاجات اضطرابات الصوت. بس كل ممكن يأهل بعد كده يعني يساهم في التأهيل، بس احنا يعني بنحاول طبعا، يعني التخصص افضل، هو اكتر حد مسؤول اللي هو الطبيب، لانه عارف هو بيعمل ايه، عشان في منظار وفي حاجات تانية. تمام. اما مشاكل اللغه هي اخصائي التخاطب بيشتغل عادي، عشان دي حاجه تربويه في الاصل. المؤشرات، قول لي امثله كده، مثلا طفل، لا الولد ده محتاج تخاطب، محتاج تخاطب، ايه يعني امثله كده بسيطه؟ امثله بسيطه، لو مثلا طفل صغير وانا بنادي عليه ما بيردش كتير، ما بيتفاعلش مع الاشخاص، بيخاف من حاجات معينه زي مثلا صوت الخلاط، اصوات محدده، صوت مثلا الموتوسيكل، صوت الموتوسيكل، بيخاف جدا، مش متفاعل اصلا اجتماعيا، ما بيفرقش معاه وجود الاب او الام، حد فيهم خرج ما بيعيطش او في مشكله. انا بحس ان مفيش اصوات، احنا المراحل الاولى مفيش اصوات، مفيش اللي انت قلت عليها في البدايه، اللي احنا قلنا عليها التطور، التطور الطبيعي، تطور جدول نمو اللغه، مفيش جدول اصوات. نمو اللغه، احنا بننصح ايه كنصيحه عامه، لو اي ام شكت ان في اي مشكله تعرض على حد متخصص، الاستشاره في البدري يعني مش هتاثر في حاجه. طيب عاوز بقى يعني في سؤال انا كنت منتظره من بدايه الحلقه،
بما اني انا يعني متخصص في مجال العلاج الطبيعي، واكيد بيسمعنا ناس كتير متخصصين في العلاج الطبيعي للاطفال. طبعا اكيد التخاطب مش بتاع مع الاطفال بس، يعني اكيد بيشتغل كل المشاكل اللغويه، حتى لو الناس اللي حصلهم اصابه في المخ او جلطه وهم كبار اكيد مراكز اللغه بتتاثر، وانت كمان اخصائي التخاطب بيشتغلوا معاهم. تمام، بس طبعا اكيد طريقه التاهيل بتختلف من هنا لهنا. ايه هي النصيحه اللي تنصحها لاخصائيين العلاج الطبيعي ليها علاقه بالتخاطب او اللغه، عاوز توجهها ليهم مثلا؟ اخصائي العلاج الطبيعي هو شريك اساسي في التاهيل، وعموما احنا بنتعامل مع الطفل كوحده واحده. اي حد بيشتغل مع الطفل بيبقى مرايه لكل التيم ورك اللي بيشتغل معاه في فريق العمل. في فريق العمل ده عموما لازم دايما بيكون عينه مرايه، شاف اي سلوك معين يبلغ البيشنت او بيبلغ زميله. النقطه الثانيه يبقى عارف التطور اللغوي الطبيعي، لازم يبقى عنده حتى معلومات عامة حتى كده معلومات عشان عامة لو لاحظ في مشكلة لغوية يعني يحاول ان هو طبعا يوجه يوجه الاهل، الطفل ده يوجه الاهل المتخصصين في التخاطب. لان حاليا اصلا يعني كل ما يكون الطفل مدرك ولغويا احسن بيتقدم في العلاج وبيتواصل اكتر الدنيا. يعني بعض الحالات انت بتفسر بيبقى تفسير ان الطفل بيعمل لازمات، بيعض او بيكسر عشان هو عايز يتواصل، محتاج يتواصل. نعم، عاوز اقول لك ان انا دايما بنصح الطلبه او الناس اللي شغالين معايا في التاهيل، بقول لهم دايما وانت شغال في الجلسه اتكلم مع الطفل، نديب اسمه، علي صوتك وخليه يكرر الكلام. يعني انت ادمج جزء اللغه وجزء ال 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 ان هو يطلع الكلمات وهو شغال معاك في الجلسه، لانك انت بتقعد معاه ساعه ونص، فده برضو لازم يبقى انت بتنشطه ذهنيا وبتنشطه لغويا وكل الكلام ده، وتفهمه مثلا الفرق ما بين اليمين والشمال، حركه رجلك اليمين، نديب اسمه، حتى لو هو لسه مش مستوعب كرر الكلمه كتير، فده يعني اكيد صح. صح جدا، ده نفس اللي احنا بنقوله للام دايما في البيت، ابني مش بيتكلم لسه، لا اتكلمي معاه، اشرحي له كل حاجه، هو بيسمعك، كلمي 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 كلمي. تمام. بصراحه يعني انا يعني مبسوط جدا باللقاء ده وانا ومستمتع جدا جدا بيه، وكان في معلومات كان اول مره اسمعها، و يعني انا بتوجه لك بالشكر انك كنت معانا العفو دكتور. واستفدنا من معلوماتك كتير. انا بشكر حضرتك على الدعوه الكريمه، وان شاء الله اتمنى ان احنا كنا ضفنا اي معلومه لولي الامر فيما بيننا اكيد لقاءات تانية ان شاء ان الله، شاء الله باذن الله بمعلومات محدده. اكون مثلا نمسك مشكله معينه بقى، او حتى نتكلم على التطور اللغوي، نتكلم في على فكره يعني كان في تفرعات كتير انت اتكلمت عنها وكان نفسي ان احنا نقولها، بس ممكن نخصص لها مثلا لقاء محدد نتكلم عن نقطة معينة في الفترة اللي جاية ان شاء الله. ان شاء الله، وانا كنت سعيد جدا مع حضرتك، واتمنى ان احنا كنا ضفنا حاجة لولي الامر اكيد او الاخصائيين اللي بيسمعونا او الطلبة، وشكرا لكم. هو كان الهدف من اللقاء ده ان احنا نتعرف على مجالات تانية متخصصة في التأهيل، زي ما قلنا في البداية ان مش بس عشان عملية التأهيل تبقى سليمة لازم يبقى في تداخل، او يبقى في زي ما يكون تعاون ما بين المجالات التأهيل المختلفة، العلاج الطبيعي، التخاطب، تنمية المهارات الذهنية، العلاج الوظائفي، وحتى كمان المجالات الطبية التانية، عشان في النهاية كل الفريق العلاجي يساهم بشكل فعال نحسن من حالة الأطفال اللي معانا. كان معاكم إبراهيم سالم من بودكاست علاجي. أنا دلوقتي بطلب من جميع المستمعين إن هم يكتبوا في التعليقات أي اقتراحات أو أي تساؤلات ممكن إن احنا إن شاء الله في الفترة الجاية نتكلم عنها في بودكاست مختلف، بحيث تستفيدوا منه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.